بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقى النهاردة الجزء الثالث من جي اي دي، اللي هو الانتستاينال ديزيزز. الانتستين طبعا عندنا عبارة عن سمول انتستين، عبارة عن ثلاث أجزاء. لارج انتستين، سمول انتستين تبدأ من المعدة بالديودينوم، ثم تنزل الديوجينوم، ثم تنتهي بإليوم. بعد كده الإليوم يفتح في أول جزء من لارج انتستين اللي هو السيكل، بنسمي الفالف ده إليو سيكل فالف. سمول انتستين بتتميز على طول اللينس بتاعها بوجود هذه الفينجر لايك بروجكشن، هذه الصوابع اسمها الفيلاي. وطبعا طول ما الابيثيليوم او طول ما الميكوزا هتعمل فيلاي، فهتنزل بداون وورد ديبريشنز بنسميها الكريبتس. اللايرز بتاعت السمول انتستين زي الجي اي تي، عباره عن ميكوزا، والميكوزا عباره عن ابيثيليوم ان ذا فورم اوف فيلاي وكريبتس اللي هو الداون وورد بروجكشنز دي، واللامينا بروبريا والماسكولاريس ميكوزا، بعد كده في السب ميكوزا، وبعد كده في الماسكيلوزا، وفي الاخر خالص في الادفنتيشن. كل جزء من السمول انتستين سواء كان ديودينم او جيجينم او ايليوم، الميكوزا بتاعته بتختلف. كلهم فيهم الفيلاي وكلهم فيهم الكريبتس، لكن بيختلفوا في بقيه الميكوزا. زي ما قلنا، ادي مثلا الديودينم، ادي الفيلاي بتاعت الديودينم بتعمل زي ليف لايك شيب كده، والثنيات بتاعتها اسمها الكريبتس اللي هتعمل بعد كده هينزل منها الجلانز. الديودينم بتمتاز بوجود ميوكس سكريتنج جلانز في السب ميكوزا اسمها برونرز جلاند، بتبقى ماليه سب ميكوزا، هي دي اسمها برونرز جلاند. والجلانز دي بتفتح من خلال الدكتس بتاعتها في الكريبتس، بتوع الهيستولوجي بيسموها كريبتس اوف لايبركون او لايبركهن، اسمها كريبتس وخلاص. دي كده الايه، الديودينم. الجيجنم برضو فيها الفيلاي وفيها الكريبتس، لكن ما فيهاش جلانز في السب ميكوزا عكس الديودينم. الاليوم برضو فيها فيلاي وفيها كريبتس، لكن ما فيهاش جلانز في السب ميكوزا، لكن فيها ليمفويد اجريجيتس، اهي ليمفويد اجريجيتس اسمهم بيرز باتش، دي بتمتد من اللامينا بروبريا لحد السب ميكوزا. وما ننساش ان البير سباتش دي بيبقى كفرد بابيثيليال سيلز اسمها الام سيلز، وهي انتيجين ترانسبورتنج سيلز، اخذناها في محاضره الانفكشس ديزيزز. بالتالي الديودينم بتمتاز بوجود البرونرز جلاد في السب ميكوزا، الاليوم بيمتاز بوجود البير سباتش في اللامينا بروبرا والسب ميكوزا، جيجنم هي اللي غلبانه لا تمتاز باي شيء مجرد فيلاي والكريبتس وبس. طيب حتى شكل الفيلاي بيختلف من الديودينم الى الجيجنم والاليوم. يعني مثلا يقول لك الفيلاي بتاعت الديودينم بتبقى وايت، الفيلاي بتاعت الجيجنم لونج، الفيلاي بتاعت الاليوم شورت. اللارج انتستن، اللارج انتستن زي ما قلنا بيبدا بالسيكم اللي بيفتح فيه الاليوم الاليو سيكال فالف، في طبعا هنا الفيرمي فورم ابندكس. بعد كده السيكم يطلع باسندنج كولوم اللي هيعمل ثانيه ناحيه عند الليفر اسمها الرايت كوليك فليكشر، بعد كده يمشي ترانسفيرس كولوم ويعمل ثانيه اسمها ليفت كوليك فليكشر عند السبلين، ينزل بعد كده بالسندنج كولوم، بعد كده سيجمويد، وبعد كده ريكتم، وبعد كده يفتح في الانال كولوم. يعني برضو الكولون بيبقى ليه ما يسمى ترانسفيرس ميزو كولون، ماسك في الترانسفيرس كولون وهي لير كده زي من البريتون والميزنتري، وهنا في برضو سيجمويد ميزو كولون. البلاد سبلاي من السوبيرور ميزنتريك ارتري والانفيرور ميزنتريك ارتري اللي بيصبوا في الاورطه. ادي الريكتم والانس، هنا النهايه الريكتم ده جزء من اللارج انتستين، يبقى لاين باي كولومنر ميوكس سكريتنج جلاندز او كولومنر ابيثيليوم كده، هيفتح بقى في الانس. الانس دي تعتبر جزء من يعني السكين لاين باي ستراتيفايد سكويرنس ابيثيليوم، فالتقاء الانس مع الريكتوم بيعمل ما يسمى الدنتيت لاين. ده الانال كانال تتميز بوجود تو تايبس اوف سفينكترز، الاكسترنال انال سفينكتر وده عباره عن سكليتال ماسل، في انترنال انال سفينكتر الوول بتاعها بيبقى فيه فينز. اجين برضو ده اللارج انتستن،
ده البلاد سبلاي زي ما قلنا بالسوبيرو ميزنتريك كيرو ميزنتريك ارتري. طيب تمام. الهيستولوجي بتاع الكولون برضه زي الجي اي تي، ميوكوزا وسب ميوكوزا وماسكيلوزا وبعد كده سيروزا، والميوكوزا لها ابيثيليوم ولامينا بروبريا وماسكولاريس ميوكوزا. هنا الابيثيليوم بتاع الكولون ما فيهوش فيلاي، هو جاست كريبتس 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 فقط لا غير، برضه لاين باي كولومنر ابيثيليوم وذ كوبلت. ده الفرق بين السمول انتستين واللارج انتستين. السمول انتستين لها فيلاي وكريبتس، هنا نو انتستاينال كريبتس، اسف نو فيلاي لكن جاست الكريبتس. لوم لاين باي سيم تايب اوف سيليوم كولومنر ابيثيليوم وذ كوبلت. بعد كده الماسكولاريس ميكوزا، السب ميكوزا السب ميكوزا، بعد كده الماسكيولوزا، وبعد كده الاوتر. ماشي. ده الفرق ما بين الابيثيليوم اوف ذا ستومك which was mucus secreting columnar epithelium او foveolar epithelium cells. small intestine عملت villi columnar epithelium is goblet cell. large intestine عملت crypts فقط من غير villi columnar epithelium with goblet cell. هنا طبعا في villi و crypts و stainless glands. هنا glands فقط و crypts ما فيش اي villi، و both the small and large intestine are columnar epithelium with goblet. نبدأ أول مجموعة بقى من الأمراض الخاصة بالانتستين اللي هي الكونجينيتال أنوميز. أول حاجة اسمها الكونجينيتال دوبليكيشن سيست، دي جبنا سيرتها قبل كده. هي عبارة عن سيستيك ماس بتحصل في الوول بتاع الجي أي تي، أي جزء من الجي أي تي، ولما بنفحص الوول بتاع هذه الماس بنلاقي فيها سموث ماسل، وكأن الوول بتاع الجي أي تي عمل دوبليكيشن لنفسه in the form of cyst. اشهر مكان فيها في السمول انتستين بارتيكولير دائما اسمها كونجينيتال دوبليكيشن سيستم. المرض الثاني اسمه انفالو سيل، وهنا بقى ان الابدومينال ماسل از انكمبليت، وبالتالي اللي جوه الابدومين من الفيسرا بيطلع بره البطن بس متحوط بساق، لسه متغلف بساق. لكن لو بقى كل اللايرز بتاعت الابدومينال وول از ديفيشنت من اول البريتونيوم لحد السكين مش موجوده، يبقى الفيسرا دي هتبروترود من الابدومينال وول من غير ما تبقى لايند بساك، هتنزل كده في الشارع، اسمها جاسترو كيسز. ده الانفالوسيل اهي، ان الابدومينال فيسرا هيرنييت بتطلع من الابدومينال وول بس كونتيند ويذين اساك. لكن الجاستروسكيسيس دي الابدومينال فيسرا هيرنييت والابدومينال وول ما تبقاش كفرد باي ساك خالص. عشان طبعا كونجنتال انوميلي اللي اسمه ميكل دايفرتيكولوم. ده ترو دايفرتيكولوم، وقلنا قبل كده ترو دايفرتيكولوم ان هذا الاوت باوتش اللي طالع من الوول كونتين اول ذا لايرز بتاعه الوول. بيظهر في الاليوم في الانتي ميزنتريك بوردر، في ناحيه الاليوم اللي مش متغطيه بالميزنتري التي لا تواجه الميزنتري. نتيجته او بسبب ان في دكت اسمها الفيتيلين دكت، ده كانت في الجنين بتكونكت اليوك ساك مع الجات اليومن، والمفروض الضغط ده فيما بعد بيحصل لها اتروفي وتختفي وتتحول الى فايبرس، لكن الضغط دي لو فضلت جزء منها فضل، خصوصا ان ناحيه البط اللي ناحيه الاليوم ده هتضايليت وتعمل ميكل دايفرتيكولم. زي ما قلنا هو ترو دايفرتيكولم، وبالتالي هتلاقي لايند باي نورمال انستاينال ميكوزا وبقيه الوول لايرز بتاعه السمول انتستين موجوده فيه. اهم جزء فيه ان ساعات نلاقي فيه اكتوبيك بانكرياتيك تيشو او اكتوبيك جاستريك تيشو. طبعا لو في اكتوبيك جاستريك تيشو يفرز اتش سي ال يهري لك الميكوزا بتاعته، يجي لك الوول بتاعته، ويجي لك موستلي بليدنج والسر. الميكل دايفرتيكولا مشهور بالرول اوف توز، يعني بتبقى مانيفستد عند الطفل ما عنده سنتين، بيقع على بعد 2 فيت من الاليوسيكال فالف، طوله 2 انش، موجود في 2% من البوبيوليشن غالبا اسيمتوماتيك. الهايبر الهيتيروتوبيك جاستريك تيشو اللي موجوده فيه، وده ممكن تفرز اتش سي ال اللي ممكن يعمل السر ويعمل بليدنج. ادي الاليوم اهو، وادي البوردر الاليوم المواجه للميزنتري، وهنا ده الانتي ميزنتريك بوردر، هو ده اللي بيطلع هذا الدايفرتيكول وهذا الاوت باوتشنج اللي اسمه ميكن دايفرتيكول. اهو ادي الاليوم، ده البوردر بتاعه المواجه للميزنتري، وده الاوت باوتشنج اللي هو الميكن دايفرتيكول. نفس برضو المنظر، ادي الاليوم اهو،
بادي الميكل دايفرتيكولوم طالع منه اهو. ده الهيستولو مايكروسكوبيك بيكتشر عادي جدا، كل اهو ادي الميكوزا بتاعه الاليوم وطالعه بعد كده او عامله هذا الدايفرتيكولوم، هذا الاوت باوتشنج اللي نازل اهو هو ده. وفي كل اللايرز بتاعه الانتستاينال وول، ده بقى زي ما قلت مش كده، في اكتوبيك جاستريك تيشو اللي ممكن تفرز اتش سي ال تعمل ألسر وبرفوريشن. الكونجنتال انومالي الاخير في الانتستين اسمه الهيرش سبرانج ديزيز. يبقى احنا اخذنا كونجنتال انومالي مشهور جدا في الانتستين، في السمول انتستين الاليوم اللي هو الميكل، هنا ده اشهر كونجنتال انومالي، بس بيجي بقى في اواخر اللارج انتستين، زي ما الميكل جه في اخر السمول انتستين ده هيجي في اخر اللارج انتستين. هيرش سبرانج ديزيز بيجي اكتر في الميلز، بيحصل ان الخلايا العصبيه اسمها نيورال كريست سيلز، وهي خلايا الباراسمباتيك، المفروض دي تهاجر من السيكم وتمشي وتروح للريكتم. اللي بيحصل ان هذه النيورال كريست سيلز بيحصل لها ارستد مايجريشن، ما بتروحش، ما بتتحركش، ما بتهاجرش تروح للريكتم. فاذا بيتحول الجزء الاخير، الجزء الليفت سايد من القولون، الى جزء ديستال، جزء في الاخر ما فيهوش اي خلايا عصبيه ولا اتكونت فيه اي سب ميكوزال ولا ماينتريك بلكسس. الجزء الاخير ده اللي ما جالهوش اي خلايا عصبيه، لما تيجي تفحصه مش هتلاقي فيه الشبكه العصبيه اللي المفروض نلاقيها في الوول بتاعه الانتستين المسؤوله عن الحركه. احنا عندنا شبكتين مشهورين جدا، نيرفوس بلكسس موجوده في الوول بتاعه الانتستين وبت انيشيت البريستالاتيك موفمنت. واحده اسمها الماينرز دي موجوده في السب ميكوزا، واحده اسمها الاورباخس دي موجوده في الماينتريك ما بين الماسل لايرز ما بين الماسكيلوزا. فعلى الجزء اللي ما جالوش اي نيرفوس اي نيورال كريست سيلز مش هتلاقي فيه اي فيكسس، سواء كان السب ميكوزا ولا حتى الاورباخس ماينتريك. بالتالي بنسمي هذا الديستال انتستاينال سيجمنت اجانجليونيك، ما فيهوش جانجلي، ما فيهوش خلايا عصبيه، اجانجليون بروسس. وبالتالي هذا الجزء مش هيدي لك اي بريستالاتيك موف، مش هيتحرك. في نفس الوقت بيحصل ديستربنس للديستريبيوشن بتاع الانترستيشال سيلز اوف كاجاري، ودي جبنا سيرتها وقلناها السيل اوف اوريجين بتاع الجست جاست اون ساينس تروماتيو، وقلنا دي البيس ميكر، الخلايا دي برضه بيس ميكر ومسؤول عن الحركه في الانتستين في المعده وفي الجي اي تي. فكده عندك تو ابنورماليتيز، جزء ما فيهوش جانجليا وكمان في ديستربد ديستريبيوشنز بتاع الانترستيشال سيلز اوف كاجاد. الانترستيشال سيلز اوف كاجاد قلنا دي سيلز بتبقى بتعمل كوردينيشن بتوين الميكوزال بلكسسز وما بين السموث مصل عشان تنقل الاوامر من الميكوزال بلكسس وتحرك السموث مصل. الهيرش سبرانج ديزيز موستلي نتيجه جيناتيك كوز، نتيجه ميوتيشن لهذا الانزيم الريكتايلوزين كاينيز ريسبتور. في اذر اكوايرد كوزز تعمل نفس هذا المنظر، تدمر الميكوزال بلكسسز، تدمر النيرفس بلكسسز الموجودة في الكولينيك وول وتعمل هذا الدايلاتيشن اللي بنشوفه. ليه بيحصل دايلاتيشن؟ انت بتتحول عندك جزء اهو اللي هو غالبا الديستال غالبا الريكتم، الريكتم ما فيهوش اي نيورال كريست سيلز، وبالتالي هذا الجزء ما فيهوش جانجلي اجانجليونيك، بالتالي هذا الجزء مش هيعمل بريستاسيس. يبقى كل الاكل وكل الفيزيس هتمشي 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 بس وتيجي هنا وتقف مش هتتحرك، وفيزيس تاني واكل تاني، فهنوصل لمرحله ان الديستال لهذا الاجانجلونيك بورشن اتنفخ واتملى بالفيزيس، فيبقى ديستندد كولون، جزء ديستندد رهيب معبي، والجزء التاني اللي ما فيهوش اي بريستالاتيك موفمنت عامل سام سورت اوف اوبستراكشن مش بيسمح بمرور اي باول ولا فود ولا فيسس، فهيبقى فيري ثين بهذا الشكل. فلو حاجه جت دمرت البلكسسز في منطقه القولون فبرضه هتدينا نفس المنظر، ان هذا الجزء اللي هيفقد البلكسسز مش هيبقى فيه بريستاليسز، وبالتالي ممكن يحصل هذا الشكل اللي بيسموه ميجا كولون، القولون اتنفخ معبي بالفيسس. فخدنا واحده من اشهر الانفكشس ديزيزز اللي تعمل هذا الميجا كولون هو الشجس ديزيز،
ترابانوزوما كروزي، كانت بتتنقل عن طريق بج كان لما بيقرص البني ادم بينزل الفيسز بتاعته اللي بتبقى كونتامينيتد بهذه البروتوزوا، شاجز ديزيز. وجبنا سيره برضو تشاجز ديزيز لو نفتكر في الاكاليجيا، كان بيعمل برضو نفس المنظر ان بيفقد بيخلي الاسوفيجس يفقد النيرفس كوردينيشن بتاعته، برضو مش هيبقى فيه بريستاليسيس في اسوفيجس، فالاسوفيجس لما يفقد البريستالاتيك موفمنت ويدايليت فده كان سكندري اكاليجيا، هنا بنسميه ميجا كولون نتيجه الترابانوزوما كروزي او الشاجز ديزيز. اي حاجه هتعمل برضو باول اوبستراكشن، اي حاجه هتسد لك هنا فبرضو هتنفخ لك الديستال سيجمنت، هيحصل ايه؟ ديستندد سيجمنت من الكولون دايليت. لو انت جيت عملت هنا كانسر وقفلت فكل الستول هتيجي تتجمع في المنطقه البروكسيمال تبقى دايليت. امر اسمه الانفلاماتري باول ديزيز، هناخده ان شاء الله بعدين، برضو هنلاقي نوع من هذا الانفلاماتري باول ديزيز بيعمل الميجا. طيب طبعا زي ما قلنا الريكتم هو اللي افكتد لان النيورال كريست سيلز توقفت في عند السيكم وما كملتش تروح للريكتم، فالريكتم اولويز افكتد، هو ده الاجنت جالونيك بوشن. زي ما قلت هيعمل سام سورت اوف فانكشن اوبستراكشن، جزء البروكسيمال ليه هيبقى اللي هو الان افكتد يبقى دايليتد وهايبرتروفي، وطبعا هيتخن هايبرتروفاي عشان تجميعة الفيسز والفود اللي هنا هتزود الانترليومينال بريشر، فالول هاي هايبرتروفايد عشان خايف على نفسه لا يرابشر، فيبقى عندك دايلاتيشن من اليومين وهايبرتروفايد ثيكند وول كمان، فيدي لك منظر هذا الدايلاتيشن هذا الانتفاخ الرهيب اللي بيحصل في البروكسيمال بارت اللي هو ميجا كول. كنا قلنا سيره هذا النوع من الهايبرتروفي كان اسمه كومبنساتوري اسف ادابتيف هايبرتروفي، كان بيحصل لما اي اليومينال اي اورجن في اليومن الانترا اليومينال بريشر بتاعه بيزيد، فالوول بتاعه بيحاول يأداب لهذا الانكريس في الانترا اليومينال بريشر فبيهايبرتروفاي اتسلف علشان يمنع نفسه ان هو رابشر. يعني كان بيكشر ان يونيت طبعا هيفيل تو باس ميكونيوم اللي هي الستول، يعني الستول في اوائل عمرنا نسميها ميكونيوم. طبعا كل الستول هتيجي عند المنطقه دي وتقف، هيبقى ما فيش ستول هتعدي، دي رقم واحد. وطبعا هذا الانتفاخ الرهيب هيبان على بطن هذا البيبي كابدومينال ديستكشن. ازاي بنشخص؟ بناخد بايوبسي من الول اوف ذا ريكتم ونفحصه باثولوجيكالي، هل في جانجليون سيلز اتكونت عندنا ولا لا؟ وعشان نضمن، انت بتخش طبعا من الانس، فعشان تضمن ان انت دخلت في الريكتم فبتعد 2 سم اباف الانال فالف في الانفنت، الاولدر تشيلدرن اللي كبروا شويه بتاخد على مسافه 3 سم من الانال. بتتبعت البايوبسي لينا وبيطلب مننا نشوف هل في جانجليان سيلز ولا لا. فبندور على الجانجليان سيلز في المكانين المعتادين اللي هم السب ميكوزل اللي هو الماينرز والماينتريك اللي هم اللي اسمها الاوربخس. فرقم واحد ما بلاقيش اي جانجليان سيلز. عشان تطمن وعشان يعني تبقى واثق ان فعلا ما شفتش جانجليان سيلز، ممكن تستخدم النيورو هيستوكيمستري وتدور على سبيسيفيك بروتينز انت عارف ان هم موجودين في الجانجليان سيلز زي النيورون سبيسيفيك انوليز كفيبسين دي والبي سي ال 2. غالبا طبعا هيبقى نيجاتيف لان مش هيبقى عندك جانجليان سيلز. طيب اني فايندنج بنشوفها طالما ما فيش جانجليان سيلز اتكونت، فبنفاجئ ان النيرف فايبرز عندنا في الول بتاع البايوبسي بتاع الريكتم هايبر بروفايل تخن جدا. بنقدر يعني نديكوريت النيرف فايبرز عن طريق ان احنا بنصبغه او بندور على بروتين فيه اسمه اسيتايل كولين استريز. الاسيتايل كولين استريز انزيم ده اللي بنستخدمه بيرسم النيرف فايبرز. ففي الحته اللي ما فيهاش جانجليون سيلز بنلاقي الفايبرز عندنا بقت تخينه جدا كورس، بقت الريجولر وبدات تظهر وتترسم لي اكستندنج من الماسكولاريس ميكوزا لحد اللامنا كورس. طبيعي ان النيرف فايبرز تبقى فين مش كورس، تبقى بس في الماسكولاريس ميكوزا. لكن لما نلاقي النيرف فايبرز بقت كورس تخنت وانتشرت من الماسكولاريس ميكوزا الى اللامنا بروبيا طلع لفوق، يعني طلع الى السيرفس بتاعنا في الميكوزا، فده هايبرتروفايد نيورال نيرفز اكتر من 40 مايكرون. ده برضو تاني ساين مهمه جدا في تشخيص الهيرش سبرانج ديزيز. اول ساين منطقيا مفيش جانجليون سيلز،
تاني سايد هايبرتروفايد نيرف فايبرز. هو ما حدش عارف بالظبط ليه النيرف فايبرز اللي بتبقى عندنا الماسكولاريس ميكوزا بيحصل لها هايبرتروفاي بهذا الشكل وتنتشر من الماسكولاريس ميكوزا الى اللامينا فايبر، لكن هي واحده من الفايندنج اللي نلاقيها. ناس ارجعوها الى ميوتيشن اللي بيحصل في الريت جين، لكن هو الريت ده مسؤول عن البرودكشن اوف بروتينز بيساعد المايجريشن بتاع النيورال كريست سيلز ده علشان توبوبيوليت الجي اي تي، ملوش علاقه قوي بالنير فايبرز. هل ممكن بسبب اختفاء الجانجليون سيلز الاسوشيتد نير بيحصل لها هايبرتروفي؟ الله اعلم. لكن رقم واحد واثنين مهمين جدا، مفيش جانجليون سيلز بس في على الوجه الاخر في هايبرتروفاي للنير فايبرز اللي عندنا في منطقه الميكوزا. طيب الجانجليون سيلز زي ما قلت ابسنت في التو بلكسس السب ميكوزال والمانتريك، والنير فايبرز او النيورال نيرفز بيحصل لها هايبرتروفي تمتد من الماسكولاريس ميكوزا الى اللامينا. ممكن الماسكولاريس ميكوزا والماسكولاريس اكسترنال اللي هو الماسكيلوزا المصلية يعني يحصل لهم هايبرتروفاي. اهم ماركر عندنا في تشخيص الهيرش سبانج ديزيز الكالريتينين بروتين. الكالريتينين ده في الهيرش سبانج بيحصل له نيجاتيف اكسبريشن، بيبقى لوست ما بيبقاش موجود في النيرف فايبرز بتاعت كل حته، بتاعت اللامنا بروبريا وبتاعت الماسكولاريس ميكوزا وبتاعت السب ميكوزا. الكالريتين برضو من اهم البروتينات اللي بتبقى موجوده في الجانجليون سيلز والنيرف فايبرز، فهنا الكالريتين لو دورنا عليه بالامينو هيستو كيمستري مش هنلاقيه لا في جانجليون لان طبعا ما فيش جانجليون سيلز، ولا في النيرف فايبرز اللي موجوده عندنا في اللامنا بروبريا، ولا حتى في النيرف فايبرز بتاعت الماسكيولوراس ميكوزا، ولا حتى النيرف فايبرز موجوده في السب ميكوزا. الكالريتين ده واحد من اهم الامينو هيستو كيميكال ماركر اللي معتمد عليه في تشخيص الهيرش سبانج ديزيز. يبقى لو تبص كده على الدايجنوزس، ابسنس لحاجتين وهايبرتروفاي لحاجتين، ابسنس للجانجلين سيلز طبعا والكالريتينين، وهايبرتروفاي للنيرف فايبرز اللي موجوده في الماسكولاريس ميكوزا الى اللامنا بروبريا، وهايبرتروفاي للمسل سواء كان ماسكولاريس ميكوزا او ماسكولاريس اكسترنال. طيب يبقى الجزء الاجانجليونيك ده ما فيهوش جانجلين سيلز وطبعا ما فيهوش كالريتين، في نفس الوقت النيرف فايبرز اللي فيه هايبرتروفايد والماسكولاريس ميكوزا وماسكولاريس اكسترنا هايبر. هو الجزء ده يبان ثين لان طبعا ما فيهوش حركه، الوول بتاعه ممكن يبقى ثيكن شويه، لكن طبعا كل الدايلاتيشن وكل الانلارجمنت بتحصل في الجزء السليم البروكسيمال اللي محوش عمال يجيب وفيسز وفود عمال يحوش كل الايه البلاوي دي كلها. واحده من الديسكيشن اللي بيعملوها اللي هي اسمها باريوم سوالو اللي هو بيبلع الطفل ده ميل او سوري بالانيما، بيخش بانيما ويحقن باريوم انيما عشان يرسم لك القولون. فطبعا ادي الجزء الاجانجلونيك وادي الجزء الدايليتد، وبيقسموا بقى الهيرش سبانج ديزيز على حسب طول هذا الاجانجلونيك سيجمنت، شورت سيجمنت 3 سم، لونج سيجمنت ده بقى سيجمنت كبيره اجانجلونيك سندنج بيوند سيجمويد كولون، ممكن ينفولد كل القولون، ممكن كمان يوصل يعني فاريبل لينس اوف ذا سمول انتستين، ممكن كمان يوصل لاجزاء السمول انتستين. في الترا شورت اللي هو سيجمنت صغيره جدا اقل من 2 سم من الدستر. العلاج بيبقى عمليه جراحيه بيشيلوا طبعا الجزء هذا الاجانجلونيك ويعملوا بولينج عشان كل الجزء الاجانجلونيك ده ويعملوا بولينج ثرو، بيعملوا بولينج للسمول انتستين ويلزقوها كويس في اللارج انتستين. البول ثرو اس ان هم بيعملوا بولينج للنورمال الجزء النورمال بقى ويلزقوه في الانال، يعني هم هيستأصلوا الجزء الاجانجلونيك كله ويجيبوا الجزء النورمال ده ويعملوا له بولينج يشدوه عشان يحطوه في الانال كانال ويقوم مقام الجزء من الريكتم اللي تم استئصاله، فبيسموها سيرجيكال اكسيجن وذا بول ثرو بروسيدر. طيب دي الصور عندنا اهي، ده نورمال ريكتم، ادي الميكوزا بتاعتنا اهي، والاسهم السوداء دي بتشاور على الجانجليونيك سيلز. كل دي ادي منظر الجانجليون اهي، هي دي الجانجليون، والسهومة البيضاء بترسم النيرف فايبرز اللي موجودة عندنا. طبعا احنا هنا في الماسكيولوزا السب ميكوزا، اسف هنا السب ميكوزا. دي صورة برضو هاير ماجنيفيكيشن، ادي الجانجلين اهي
كل دي خلايا عصبية جانجليونيك سيلز متجمعة مع بعض، حتى ساعات بنسميها إيه الطبق الدوار، كأنها عاملة زي صحن كده فيه أكل. ودي النيرف فايبرز اللي موجودة عندنا. بنعمل كالريتينين، هنا كالريتين طبعا، كالريتين بيرسم لك النيرفز وبيرسم لك الجانجليون اساس، كل الحاجات البنيه دي جانجليونيك سيلز مع نيرف فايبرز. هنا الاستايل كولين استريس هيستوكيمستري، بندور على الاستايل كولين استريس انزيم اللي في النيرف فايبرز، فبنلاقيه راسم النيرف فايبرز صغيرين جدا على قد الماسكيولاريس ميكوزا. ممكن نلاقي برضو واحد بيدي رياكشن شويه في السب ميكوزال جانجليا، لكن موستلي شويه نير فايبرز يعني فيري تايني قليلين في الماسكولاريس ميكوزا. هنا بقى في الهيرش رانج ديزيز احنا مش شايفين اي جانجليان سيلز، هذه الصحونه الدواره مش موجوده خالص، كل اللي شايفينه دي هايبرتروفايد نير فايبرز. هنا النير فايبرز اهي كل دي هايبرتروفايد نير فايبرز. جينا نعمل الكالريتينين كومبليتلي ابسنت، مفيش اي حاجه واخده الكالريتينين ما عدا هذه النقاط البنيه، دول ماست سيلز، دول مش جانجلين خالص ولا نيرفز، كومبليت ابسنس للكالريتينين. ما جينا عملنا الاستايل كولين استريز هيستوكيمستري، هي مش بالامينو هيستوكيمستري، هي هيستوكيمستري تقريبا بنعملها في الفروزن سيكشن، فبنلاقي الاستايل كولين استريز قارن بقى ده النورمال بده، كل الالوان البنيه دي هايبرتروفايد نير فايبرز، نير فايبرز ضخمت جدا 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 تدل من الماسكولاريس ميكوزا الى اللامينا بروبريا. يبقى زي ما بقول الهيد سترونج ديزيز، فقدت اثنين وحطيت اثنين، فقدت الجانجليان سيلز والكالريتينين وحطيت الهايبرتروفايد نير فايبرز مع هايبرتروفايد ماسكولاريس ميكوزا وماسكيلوس. اهم واحد زي ما قلنا الكالريتينين يبقى كومبليتلي ابسنت في الهيد سترونج ديزيز، زي ما قلت دول الماست سيلز، دول ما لناش دعوه بيهم خالص، وده الاستايل كولين استريز هيستوكاز. طيب يبقى لحد دلوقتي احنا خدنا يعني ثلاث امراض لهم علاقه بالنيونيت او فيري كومن، نيونيت ويز شوكينج ديورينج فيدنج ذا تريكي اوسفيجيال فيستول، نيونيت ويز بروجكتايل فوميتنج اند بايلوريك اوليف ذا كان كونجنتال بايلوريك ستينوزس، نيونيت فيل تو باس ميكونيا مع ابدومينال ديستنشن ده الهيرش سبرونج ديزيز، الاكاليجيا في الاسوفيجاس والهيرش سبرانج ديزيز في القولون في الريكتم او في يعني الكولون، كلهم بيشملوا دايلاتيشن وديو تو فيلير اوف بريستاليسيس، الاكاليجيا ما فيش بريستاليسيس فالاسوفيجاس هيدايليت، والهيرش سبرانج جزء من الريكتم ما فيهوش بريستاليسيس فما قبل الريكتم هيتنفخ وهيدايليت. كده خلصنا مجموعه الامراض الكونجنتال انوميلس، ننتقل بقى الى مجموعه الامراض اللي بتعمل انتستاينال ابستراكشن. اول حاجه اسمها الهرنيا اللي هي الفتاق، والهرنيا معناه ان في ويكنس او ديفكت في الوول بتاع البريتونيال كافيتي، مما ادى الى ان جزء من الانتستين حصل له بروتروجن منه في شكل او اتحط في شكل ساك. اشهر الاماكن اللي بيحصل هذا البروتروجن هذا الهرنيا الانجوينال كانال، الفيمورال كانال، الامبلايكس، واماكن السيرجيكال سكارز، عشان بتبقى طبعا ضعف بسبب السيرجيكال انسيجن، وبالتالي سهل قوي الانتستاينال لوب تعمل بروتروجن من هذه الويك ارياز او الويك سبوتس وتعمل هذا الهرنيا. طبعا احنا اخذنا قبل كده في الاستومك دايفراجماتيك هرنيا، واخذنا في الاسوفيجاس اللي هي السيرنيا، وكلهم عباره عن كلمه هرنيا زي ما قلنا قبل كده بروتروجن اوف بارت اور اورجن فروم اتس بليس انتو انذر بليس. مشكلة الهرنيا إن ممكن يحصل لها ما يسمى incarcerated أو strangulated. الـ incarcerated معناها إن هذا اللوب في الأول كان لما يحصل له protrusion ممكن البيشنت يرجعه تاني مكان. incarcerated معناه إن الهرنيا دي اللي بتطلع هذا اللوب اللي بيحصل له protrusion ما بيرجعش تاني. قفش. خد المكان stuck in its place. Strangulated بقى ان هذا الـ unreduced loop حصل cutting للـ blood supply ليه فتحول الى ischemia وانفاركشن وجانجرين كمان. اللي بيحصل طبعا ان بسبب هذا البروتروجن بيحصل يعني كينكينج على الفينز، وبالتالي يحصل فينس كونجيشن،
وإيديما اللي ممكن تضغط على البلاد فيسلز الارتيريال بلاد سبلاي في المنطقه دي، تعمل بعد فده طبعا لما بتعمل إيديما فالحته الجزء ده بيورم، وبالتالي اللوب مش هيعرف يطلع، مش هيعرف يرجع تاني مكانه، ده الانكارسريتد. لو وصلنا بقى لمرحله ان البريشر زاد قوي لدرجه ان هو ضغط كمان على الارتيريال بلاد سبلاي في المنطقه دي، عمل كاتنج بلاد سبلاي، فكده بقينا اسكيميا وانفاركشن وجنجرين اللي هي السترانجيوليتد هيرنيا او هيرنيا مخنوقه، مخنوقه يبقى ما فيش اكسجين وصل لها، يعني ما فيش دم وصل لها بسبب الكاتنج بلاد سبلاي. طيب مجموعه المرض الثانيه طبعا السنه انفاركشن اللي هي الانتسسبشن، وانت السسبشن ات از ذا موست كومن كوز اوف انستاينال اوبستراكشن ان تشيلدرن اللي هم يعني اصغر من سنتين في العمر. بيحصل في الانتسسبشن ان جزء من الانتستين اهو دخل في جزء اخر من الانتستين بسبب ويف اوف بريستاليسيس. عندك بريستاليسيس عنيفه فالمفروض لوب بيكونتراكت الثاني بيريلاكس، واللي كان بيريلاكس بيكونتراكت والثالث بيريلاكس. فزي انت عندك بريستاليسيس عنيفه فممكن الحركه دي تتلخبط، والجزء اللي حصل له كونتراكشن راح اتشد ودخل في جزء تاني، حصل له تلسكوبينج اهو، دخل في جزء تاني وشويه الجزء التاني ده هيحصل له كونتراكشن، ممكن يضغط على الجزء اللي دخل هيعمل فيه اوبستراكشن، كمان يضغط على الفيزلز بتاعته فيحصل يعمل فيها كومبريشن وانفاركشن كمان الجزء اللي دخل جواه. لما بيحصل في الانفنت والتشيلدرن غالبا بيبقى يعني سبونتينيوس اهو لوحده، او مشهور جدا بيبقى اسوشيتد مع الروتا فيروس، سواء روتا فيروس انفكشن او روتا فيروس فاكسين. بيقولوا ان الروتا فيروس ده او الفيرال انفكشن خصوصا الروتا فيروس بيعمل هايبر بليجيا في الليمفويد فوليكلز او الليمفويد اجريجيتس، خصوصا اللي هي البيرز باتش اللي في التيرمينال اليوم، وبالتالي مع حركه السمول انتستين مع تضخم مع وجود هذا البيرز باتش المتضخمه، فممكن تلخبط لك البريستاليسيس في منطقه التيرمينال اليوم وتقوم مدخلالك الجزء بتاع التيرمينال اليوم سمول انتستين الى اللارج انتستين كانتسسبشن. صوره جدا في الروتا فيروس انفكشن او حتى الفاكسين ضد الروتا فيروس نتيجه الهايبر بليجيا اوف بيرز باتش. في الاولدر انديفيديوال ممكن يكون البقليله اللي عملت الانتسسبشن ده تيومر، مشهور جدا ان تيومر بدل ان كان شويه هايبر بليجيا في البير سبيتش عملت هذا الانترسبشن، فما بالك بقى بتيومر وانا لخبط لك البريستالاتيك موفمنت ويدخل لك جزء بجزء اخر انترسبشن. زي بنشخصها يا بنعمل التراسونوجرافي يا اما بنعمل كونتراست انيما، وفي الكونتراست انيما بندخل يعني حقنه شرجيه ونحقن ماده مشعه او ماده نقدر نشوفها بالاكس راي، فبنفاجئ ان الكونتراست ماشي 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 ويجي في منطقه ما بيعرفش يعدي، لان الجزء ده طبعا اللي دخل في الجزء اللارج انتستين هيوقف مرور الكونتراست اهو امبيرد باسج اوف الباريوم، الباريوم ماشي 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 وجه في منطقه ما عرفش يعدي اهو. فده موضوع الانتسسبشن. المرض الثالث اسمه فولفلس، فولفلس ان جزء من البول جزء خصوصا من اللارج انتستين لف حوالين البيز بتاعته ويستنج اوف باول لوب around its mesenteric vascular base. الجزء ده اخد الميزنتريك فاسكريتشر اللي فيه وراح لافف حوالين نفسه. طبعا اللفه دي هتعمل لومينال اوبستراكشن، فاسكولار طبعا اوبستراكشن هتخنق اليومن وتخنق الفيزلز، ولما تخنق الفيزلز وتعمل فيها اوبستراكشن فممكن طبعا تعمل اسكيميا وانفاركشن. اشهر مكان بيعمل فولفولس السيجمويد كولون. ليه السيجمويد كولن موصلي بيحصل فيه فولفرز؟ هو غالبا يعني ممكن او غالبا بيحصل في الناس الكبار في السن اللي عندهم ستيت اوف كرونيك كونستيبيشن، فالسيجمويد كولن زائد ان هو طويل وبيحصل فيه كرونيك كونستيبيشن فيتقل الويت بتاعه يتقل بسبب طبعا الاسطول، فسهل قوي يقوم لافف وعامل موضوع الفولفرز. بنشخصه بكونتراست انيما واكس راي علشان نشوف هذا الفولفلس يعني سيجمنت من القولون. هو ده الفولفلس تويستنج اوف بول اوف لو اوف بول اوف لوب او اللوب او خصوصا السيجمويد كولون والسيكم نتيجه اللينس بتاعهم الطويل والكرونيك انستليشن فيزود الوزن بتاعهم ويخليهم يلفوا بسهوله. السبب الرابع الانسان الاستراكشن اديجنز،
والاديجنز ده نتيجه بقى فايبروزس او فايبرس سكيرنج، يعني بسبب بيريتونايتس او فولوينج سيرجري او انفكشن او مرض اسمه الاندوميتريوزس اللي هي بطانه الرحم المهاجره، تلاقي اجزاء كده من الاندوميتريا من بطانه الرحم سافرت من الرحم واستقرت في اماكن اخرى زي البريتون. طبعا الاندوميتريوم هنا هيتعامل زي كانه اندوميتريوم بتاع رحم، يعني هيحصل فيه نفس التغيرات بتاعه البريود الدوره الشهريه ويعمل هيموريدج، والهيموريدج طبعا هيحصل له هيلينج باي فايبروزس والراديشن. هيلينج ده يعمل فايبرس بريتشنج بتوين الفيزرا ويعمل ادهيجنز ويعمل انتستاينال اوبستراكشن. طيب تاني مجموعه امراض في الانتستاينال ديزيزز موست بريزنتد ويز بليدنج، اول حاجه طبعا انفكشن خصوصا السيتومجالو فايرال انفكشن وراديشن انتيروكولايتس. طيب تاني مرض وده اخذناه في الديزيز في انفانسي وتشايلد هود النيكروتايزنج انتيروكولايتس اللي بيحصل في بريماتيور انفانت. ثالث حاجه الهيمورويدز البواسير، والهيمورويدز عباره عن زي الفاريكوز فينز عباره عن دايليتد فينز دايليتد انال اند بيري انال كولاترال فيزلز. الناس انت عندك هنا في الانال والبيري انال في فيزلز في فينز. وتاني حاجه مهمه جدا او كاركترستيك المكان ده ان هو المكان اللي ممكن يتفتح فيه شنطس ما بين البورتال سيركيوليشن والسيستميك سيركيوليشن. معناها كده في عجاله ان الناس اللي عندهم ليفر سيروزس تليف في الكبد وزاد الضغط في البورتال سيركيوليشن، فعلشان البورتال سيركيوليشن ينفس عن نفسه فيفتح كولاترالز مع السيستميك سيركيوليشن السوبيريور والانفيريور بينا كافا. كنا قلنا ان مكان من الاماكن دي كانت اللور اند اوف اسوفجاس يعمل اسوفيجال فاريسز وهيماتمسز، مكان تاني حوالين الامبلايكس يعمل ما يشبه راس الميدوزا كابوت ميدوزا، والمكان الثالث هنا في الانال والبيري انال فيزلز فيفتح بورتو سيستميك شانس والفيزلز هنا تتنفخ بدم ويعمل الهيمورويدز اللي هي دايليتد تورتشوس فينز. تاني سبب كروني كونستيبيشن، وثالث سبب البريجنسي. في نوعين من البواسير، في انترنال هيمورويدز وفي اكسترنال هيمورويدز. الاكسترنال هيمورويدز ده غالبا من الول بتاع الريكتم فوق، والاكسترنال هيمورويدز ده من بره البيري انال سكين. العيان طبعا لما الفينز دي والستون نازل سهل قوي الفينز دي تبقى انجورد ويحصل بليدنج، بس هيبقى طبعا فريش بليدنج بالريكتم، مش هينزل دارك اولدر ستول زي في حالات البيبتيك ألسر او الديودينال ألسر زي ما قلنا قبل كده، لان هناك كان في اسيد والكالي بيحول الهيموجلوبين الى هيماتين. لكن انا طبعا ده فينز قرب الانال كانال، فالبريدنج اللي هينزل هيبقى فريش بليدنج بالستون. انا اشتكي طبعا من بين ممكن البيز دي تحصل لها ثرومبوزس نتيجه الانجري ريبيتد انجري اللي بيحصل وانفلاميشن. لو فحصنا هذه الهيمورويدز هنلاقيها زي ما قلنا في الاسوفيجيال فاريسز وثين وول دايليتد سب ميكوزال فيزلز تحت الانال او الريكتال ميكوزا، على حسب طبعا هل هي انترنال هيمورويدز يبقى ريليتد للريكتال ميكوزا او اكسترنال هيمورويدز يبقى ريليتد للانال ميكوزا. بيعالجوا الجراحين الهيمورويدز دي بسكليروثيرابي، يعني بيحقنوا ماده تخلي الفيزلز دي يحصل لها تجلط وتختفي. رابر باند لايجيشن ممكن يربطوا الفيزلز دي من النك بتاعتها برابر باند ويقطعوا البلاد سبلاي عنها هيحصل لها اسكيميا وتقع. بيعملوا لها انفراريد كواجيوليشن بيدوها زي اشعاع كده انفراريد عشان برضو يعملوا لها تجلط وتقع، او بيستأصلوها بعمليه اسمها الهيمورويدكتومي. طيب رابع سبب اسمه انجيو ديسبليجيا، وانجيو يعني بلاد فيزلز وديسبليجيا هنا ديسبليجيا مش معناها بري كانسرس، هنا ديسبليجيا معناها ابنورمال فورميشن نورمال ارينجمنت انجيو ديسبليجيا. بيبقى بنلاقي ابنورمال تورش واز دايليتد ميكوزال وسب ميكوزال فينز شبه قوي الهيمورويدز، بس هنا الهيمورويدز كان جاست دايليتد سب ميكوزال فيسلز، لكن هنا تورشوس ودايليتد شويه ميكوزال وسب ميكوزال. غالبا بيحصل في السيكم والاسندنج كولون، لان السيكم والاسندنج كولون يعتبروا من اوسع المناطق برضو في الكولون، وبالتالي بيقع من اليومن على الوول بتاعهم بريشر عالي، فبيقولوا ممكن ساعتها هذا البريشر العالي يساهم
في ان السب ميوكوزال والميوكوزالتينز يحصل لهم يعني ديسفيجرمنت او يخلوهم تورشز فضائيه. العيان طبعا بسبب هذه الابدومينال دايليتد فينز ممكن يحصل لها رابشر ويجي ريكتال بليدنج، خصوصا في الناس الكبار في السن، ومسؤول عن 20% of the major episodes of lower intestinal bleeding. 20% من الحالات اللي بتيجي بلور انستاينال بليدنج محترمه غالبا بتبقى بسبب انجيو ديسبليشيا في منطقه السيكم والاسنج. الحاجه الرابعه حاجه اسمها كولوريكتال، تيجي في الريكتال غالبا، ميوكوزال برولابس سندروم، او الاسم اللي مشهور عندنا اسمه سوليتاري ريكتال السر سندروم. هو من اسمه كده كولوريكتال ميوكوزال برولابس، كان الميوكوزا في الريكتم بيحصل لها برولابس، بتدلدل بتدلدل كده، بيحصل لها سام سورت اوف دلدله. برولابس يعني اتقلبت ونزلت من مكانها لتحت، انها عامله زي بوليب كده ونزلت لتحت. او سوليتري ريكتال السر، او ساعات بتيجي ان ذا فورم اوف السر. هي السريتد عشان الاسم سوليتري ريكتال السر في منطقه الريكتم، او بولوبويد عشان كلمه البرولابس، لان كان الميوكوزا اتقلبت ونزلت كدلدلت كده، عملت زي البوليب من 4 ل 10 سم من الانال مارجن عشان تبقى في منطقه الريكتم ملهاش علاقه بالانال. اللي بيحصل ان البيشنت ده بيبقى عنده ابنورمال فانكشن للانال والبلفيك فلور ماسل. الماسلز بتاعت المسؤوله عن الانال والبلفيك فلور اللي بتكونتراكت during defecation، المسلز هنا مش شغاله كويس او مش بتشتغل ان كوردينيشن كويس مع بعضها البعض. فاللي بيحصل ان بسبب الابدورمال فانكشن بتاعه المسلز دي، الميكوزا الريكتال ميكوزا كانها بتضغط جامد قوي، فبتبرولابس بتدلدل، ويحصل لها مع الاستول نازله يحصل لها سام سورت اوف انجري، فممكن تعمل كمان ألسر. المايكروسكوبيك بيكتشر مشهور جدا، فايبروماسكولار هايبربليجيا وذا لامينا بروبريا مع هايبر بلاستيك كريبتس. بنبص كده على اللامينا بروبريا تلاقي فيها فايبرس تيشو، كل البينكش باك جراوند ده في اللامينا بروبريا فايبرس تيشو، او ممكن شويه سموث ماسل كمان طلعت وغزت اللامينا بروبريا. فايبروماسكولار هايبربليجيا وذا لامينا بروبريا بلس ان الكريبتس جلاندز بروليفريتد ودايليتد بيسموها هايبر بلاستيك. طبعا التو فيتشرز دول احنا قابلناهم قبل كده في الرياكتيف جاستروباثي، لما قلنا برضو في فوفيولار هايبربليجيا في الجاستريك ميكوزا، وقلنا ساعتها ده ريكرنت اوف او ادابتيف تشينج لاكيوت انجريس بروسس. فده برضو كلا التو فيتشرز دول عباره عن يعني تشينجز، دليل على ان بيحصل انجري هنا في الميكوزا ومحاولات الريبير، ومحاولات الريبير تبان في شكل هايبر بلاستيك كريب، والانجري بان في شكل فايبروماسكولار هايبركليجيا اوف ذا لامينا بروبريا. سوليتري ريكتال السر سندروم او ميوكوزال برولابس سندروم. يبقى الانجيو ديسبليجيا دي تحصل في السيكا والاسندوم كولون، بينما السوليتري ريكتال السر ده الريكتال بيحصل في الريكتال. المرض اللي بعد كده برضو تبع موضوع البليدنج، اسكيميك باول ديزيز او اسكيميك كولايتس. هو من الاسم بيبقى فيه اسكيميك دامج للباول. الناس الكبار في السن اللي عندهم اثروسكلروزز بقى في كل الفيزلز في جسمهم، منهم اثروسكلروز في الميزنتريك فيزلز، فالميزنتريك فيزلز دي هي اللي بتسبلاي الانتستين، فيحصل اسكيميك دامج للانتستين. ممكن تحصل في عينين الكاردياك فيلير برضه، ما فيش بلاد سبلاي كافي، الشوك، دي هايدريشن، او الناس اللي بتاخد فازو كونستريكتيف دراجز، كلهم يؤدوا الى اسكيميا او قله البلاد سبلاي في الميزنتريك سيركيوليشن. المرض في الاسكيميك كولايتس بيعدي بمرحلتين انيشيال، في بدايه الفاسكولار كومبرومايز، في بدايه ديكريز البلاد سبلاي، بيحصل ليتل انجري. انجري بقى لما بيحصل ريبرفيوجن وريستوريشن للبلاد سبلاي، ده بيحصل جريتر انجري، نتيجه بقى احنا اتكلمنا عنها قبل كده، نتيجه جنريشن اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز وبوليمورفو نيوكلير ليوكوسايتس وانفلاماتوري ميدييتورز، اللي راجعه لك مع رجوع الدم في هذه الاورجن في هذا الانتستين، فتعمل لك مور اند مور دامج. وليه يحصل ريبرفيوجن انجري؟ والله يمكن كانت حته ثرومبا صغيره ودابت،
او كاردياك فيلير وتعالج، او شوك وتعالج. فالمهم الريبرفيوجر انجري هنا مع ريستوريشن اوف بلاد سبلاي للمنطقه اللي اتحرمت شويه من الدم بتعمل مور اند مور انجري. المناطق اللي هيبان فيها الاسكيميك كولايتس بنسميها مناطق ووتر شيد زونز، اللي هي عند نهايات تو سيركيوليشنز، وبالتالي هذه النهايات اللي هي يا دوبك واخده طرف من السيركيوليشن الاولى وطرف من السيركيوليشن الثانيه، يا دوبك جاي لها بلاد سبلاي اللي كان فيها، فما بالك بقى لو حصل اثروسكلروزس ولا هايبوتنشن ولا، فاكيد دي اللي هتعاني. اول منطقه هتعاني السبلينيك فليكشر، الثانيه دي اللي بيعملها اللارج كولون عند السبلين، حيث انتهاء السوبيريور وانفيريور ميزنتريك ارتري سيركيوليشن. المنطقة الثانية عند منطقة السبوت كولون والريكتم، لأن هنا بينتهي برضو ارتيريال سيركيوليشن مكونة من الانفيرو ميزنتريك والبيودندل والإلياك ارتري سيركيوليشن. أكثر منطقة، أكثر لاير في الوول بتاع الكولون هيتأثر الميوكوزا. ليه؟ لأن البلاد فيزلز بتخترق الوول ومن بره بتقعد تنتشر في الجدار من الماسكيولوزا الى السبميوكوزا، واخر حاجه تديها الارتيريال بلاد سبلاي الميوكوزا، واخر حاجه الابيثيليا، وبالتالي اكتر منطقه تتاثر هي الابيثيليا. فزي ما بقول الميوكوزا الابيثيليا هي اكتر حاجه تتاثر عشان الباترن اوف الكابيلرز والارتيريال بلاد سبلاي اللي هو بيخش من تحت من عند السبميكوزا والكريبتس والجلانس وينتهي اخر ما ينتهي بالابيثيليوم. بالتالي الابيثيليوم هو اخر خلايا بتاخد بلاد سبلاي، فهي اكثر خلايا هتتاثر. بيسموا الجزء ده من اللي هو من القولون السبلينيك فليكشر والسيجمويد كولون مع الريكتم اللي هو اللي اسمها الووتر شيد زونز، اللي هي عند نهايات المناطق اللي بتاخد البلاد سبلاي من تو او اكثر سيركيليشن. الكلينيكال بيكتشر هيبقى غالبا عيان إلدر كبير في السن، عنده زي ما قلنا اثروسكلروزز غالبا، وبيجي بابدومينال بين وبليدنج. جروسلي هتلاقي هذه الاجزاء اللي حصل لها اسكيميا بقى كلها ممسوحه، ما تلاقيها هيموريدج، وممكن تلاقي نيكروزس. عشان كده بالمايكروسكوبك اهم حاجه نيكروزس في السوبرفيشال ابيثيليوم، الابيثيليوم اهو مات كله، مات ما بقاش فيه اي ابيثيليوم. والكريبتس والجلانس الى حد ما بريزيرفت سبيرنج اوف ذا كريبتس، لان هي لسه جالها بلاد سبلاي. ممكن نلاقي هنا هيموريدج، تلاقي الفيزلز اللي موجوده ممكن تلاقي فيها ثرومباي قافله هذه الفيزلز وعامله هذا الاسكيميا. ليتر وان ممكن تلاقي طبعا حصل فايبروزس، حصل هيلينج للمنطقه دي كلها، وستريكشر ان فايبروسيش طبعا زي ما عارفين بيريتراكت فيعمل ستريكشرز ونروينج في المناطق دي. بيقسموا الباترنز بتاعت الانجر هنا الى ايذر ميكوزا، يبقى الانجري دامج نيكروزس حاصل في الميكوزا بس، او ميورال حاصل بقى في الوول كله بتاع القولون، ميكوزا وصب ميكوزا وماسكلوزا، او ترانس ميورال يعني وصل للماسكلوزا المصل اللي هي ترانس ميورال اخد الوول كله واب تو الاوتر لاير كمان بتاعت القولون اللي هي السيروز. فالفرق ما بين الميورال ان هو السيروزا هنا طبيعيا ما وصلش الدمج للسيروزا، ترانس ميورال ده وصل حتى للاوتر لير اللي هو السيروزا. دي الليجنز اللي ريليتد للبلاد فيزلز اللي احنا اخدناها من اول الاسوفيجاس اسوفيشال فارسز والمالوري ويستير والبوري هيف سندروم. الجاستريك اخدنا الدايلافوي ليجن والجيف الجاستريك انترال باسكولار بليجيا، وفي القولون اخدنا الهيمورويدز واخدنا الاسكيميك كولايتس واخدنا الانجيو ديسبليشيا. ما ننساش ان الهيمورويدز والايسوفيجيال فاريسز كود بي او يوجوالي ريليتد للبورتال هايبرتنشن نتيجه الليفر سيروزس اوبننج اوف بورتو كولاترال بورتو سيستميك كولاترالز. هيمورويدز كان ليها نوعين، انترنال هيمورويدز والاكسترنال هيمورويدز. ننتقل بعد كده بعد ما خلصنا الاوستراكشن والبليدنج ننتقل الى الدايريال ديزيز. تعريف الدايريا او الاسهال هو انكريس في الاستول ماس، حجم الاستول اكثر من 200 جرام بير دي. طبعا ما حدش بيقيس طبعا حجم الاستول، فهو مينلي الدايريا از ريليتد تو انكريس فريكوانسي اوف ديفيكيشن او فلويديتي اوف ستول او بوس. بيخش الحمام كتير والبراز نازل منه زي الميه فلويديتي. الدايريا بتتقسم يعني باثوفيسيولوجيكالي الى اربعه تايبس. سكريتوري دايريا دي اخذناها قبل كده في الكوليرا، ان الانتستاينال ابيثيليال سيلز تحولت من ابزوربتيف سيلز الى سكريتوري سيلز زي ما اخذناها في الكوليرا.
بالتالي حتى لو العيان ده منع الايتنج، منع الاكل، عمل فاستنج، فبرضه الانتستاينال ابيثيليال سيلز مستمره في السكريتوري فينوتايب اللي تحولت ليها، فالدايريا هتبرزست ديورنج فاستنج. اوزموتيك دايريا لا، ان هنا العيان اكل ماده بتقعد في اليومن وبتعمل فيه اوزموزس، الماده دي اللي قاعده في اليومن بتمتص الميه من الساينال ابيثيليال سيلز وتعمل ووتري دايريا. اوزموتيك فورسز باي ان ابزوربد ليومينال سوليوتس. مشهوره جدا في الناس اللي عندهم ديفيشنسي في احد الانزيمات المسؤوله عن هضم احد الشوجر زي اللاكتيلوز، فاللاكتيلوز مش هيتهضم وبالتالي مش هيمتص، بالتالي يفضل قاعد لك في اليومن بتاع الانتستين ويعمل زي اوزموتيك فورس يدرو اب الووتر وينزل ووتر داريا. بالتالي هنا هتقل فاستنج، لان لو العيان منع هذه الماده مش هتنزل في اليوم بتاع القولون، ولا هتعمل اوزموتيك دايريا ولا هتعمل دايريا سيكريتوري واوزموتيك دايريا. الثالث اسمها مال ابزوربتيف دايريا. هنا بقى الانسان او البيشنت عنده حاجه بتمنع الابزوربشن للنيوترنس، وبالتالي النيوترنس تفضل قاعده في اليومن وتنزل وتيريتيت وتعمل دايريا. هنا هيبقى هيجي سام سورت اوف كرونيك دايريا، الدايريا مزمنه لان المال ابسوربشن لهذه المواد قاعد، المرض اللي عامل المال ابسوربشن قاعد كرونيك، وبالتالي ده هيبقى كرونيك دايريا. واشهر فورم اللي هنا اللي هي الاستياتوريا. استياتوريا ان العيان ما بيمتصش الفات، فالفات بينزل في الستول ويخليها فاتي ستول، اسمها استياتوريا. اشهر مثالين في الاستياتوريا اللي هو واحد عنده التهاب في البنكرياس، وبالتالي البنكرياتيك انزيمز ما بتطلعش بدرجه كافيه ولا بتوصل للديودينم ولا بتساعد في هضم الفات. طالما الفات مش هيتهضم بالبنكرياتيك انزيمز اللي هو على راسها اللايبيز، فالفات مش هيمتص، وبالتالي يفضل قاعد لك بقى في السمول انتستين ومنه الى اللارج انتستين وينزل في الستول، يعمل المنظر بتاع الاستاتوريا، يقول لك العيان الستول نازل مدهن فاتي، ولما اجي اعمل له فلاشنج اضرب السيفون تلاقيه متعلق ولازق في التويلت لانه فات ماده دهنيه مثلا، طبعا بيبقى ريحته سيئه جدا باد. المرض برضه مرض مشهور جدا بيعمل استاتوريا اللي هو اوبستراكشن في البايت داكت. هو انت عشان تمتص الفات محتاج حاجتين، تهضم الفات بالبنكرياتيك لايبيز وتمتصه في وجود البايل سولت. البايل سولت ده هينزل الانتستين في البايل. فلو عندك مثلا ستون قافله البايل داكت، مفيش بايل بينزل، مفيش بايل سولت هينزل، الفات هتتهضم لكن تيجي عشان تمتص مفيش بايل سولت فمش هتمتص، تفضل عدالك برضه في السمول انتستين ومنه الى لارج انتستين وتنزل برضه في السمول. ما سؤال مشهور جدا في اليو اس ام اي يقول لك لو انت لقيت فات في الاستول، هل تقدر تعرف بسبب الاستياتوريه دي ايه الكوز بتاعتها؟ هل هي اكيوت بانكرياتيتس ولا بايل داكت اوبستراكشن؟ تقول له طبعا اعرف. لو الفات اللي نازل لي في الاستول ده دايجستد، بمعنى كده ان قبله البنكرياتيك لايبيز، يبقى العيان ما عندوش مشكله في البنكرياس، بس بما ان اللايبيز نزل وهضم الفات بس الفات ما امتصش ونزل في الاستول، عمل لي استياتوريه، عمل لي دايجست الفات في الاستول، بمعنى كده ان البايل سولت من ما جاتش، بالتالي عنده بايل داكت اوبستراكشن. لكن لو الفات اللي نازل لي في الاستياتوريه دي ان دايجستد، يعني ما اتهضمش، يبقى المشكله عندنا ان ما جالوش بنكرياتيك لايبيز، المشكله عنده غالبا في بنكرياتيتس، التهاب في البنكرياس، بالتالي الفات ما اتهضمش باللايبيز، وحتى لو في بايل سولت مش هيمتص لانه ما اتهضمش، وبالتالي ينزل لي ان دايجستد فات سكتر. العيان ده مثلا لو ما اكلش الدايريا هتقل، لان لو ما اكلش فما فيش مواد هتفضل عنده في الانتستين، مش هيحصل لها مال ابزوربشن، وبالتالي المانيفستيشن بتاعت الدايريا هتقل، لان هي سببها مال ابزوربشن، ان انت بتدي مواد وما بتمتصهاش بقى، فما تديش مواد من الاساس، اعمل فصل تالت دايريا هتقل. فبيرجعوا تاني يقسموا مال ابزوربت الدايريا ده الى يا اما في مشكله في الهضم، يا اما في مشكله في الدايجيشن او انترانيومنال دايجيشن او تيرمينال دايجيشن، يا اما في مشكله في ترانسبورت اوف نيوترانس اكروس الانتستينال ابيثيليال سيلز، يا اما في مشكله في الليمفاتيك ترانسبورت، لان زي ما احنا عارفين الفات بينقل عن طريق الليمفاتكس
بتاعت الانتستين، فلو في حاجه قافله الليمفاتكس او في مشكله في الليمفاتيك ترانسبورت فبرضه بعض المواد زي الفات مش هتمتص. طيب امال ايه الفرق بين انتراليومينال دايجيشن وترمينال دايجيشن؟ هو الانتراليومينال ان بعض المواد زي الكربوهيدرات والفات والبروتينز بيحصل لها دايجيشن اثناء ما هي في اليومن. تيرمينال دايجيشن لا، بعض الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس اللي حصل لهم دايجيشن في اليومن الى يعني سيل بلر فورمز لما هتقابل الانتستينال ابيثيليال سيلز براش بورد بتاع الانتستينال ابيثيليال سيلز هيحصل لهم فيردر دايجيشن وفيردر بريك داون. بيسموا الدايجيشن اللي حصل الاول انتراليومينال، وبعد كده الدايجيشن اللي بيحصل بقى عند التقاء هذه المواد بالبراش بورد بتاع الانتستينال تيرمينال دايجيشن دايجيشن الاخير، لان الخطوه اللي بعد كده على طول اللي هو ترانسبورت بقى، ان المواد اللي حصل لها دايجيشن تيرمينال تمر بقى من خلال الانتستينال ابيثيليال سيلز علشان بعد كده يحصل لها ابزوربشن فيها اسمها ترانس ابيثيليال ترانسبورت. وده سكريتوري اوزموتيك مال ابزوربتيف دايريا. اخر واحده بقى اللي هي الاكسيوتيتف دايريا او انفلاماتوري دايريا، انت عندك هنا مرض بقى بيعمل انفلاميشن دامج في الميكوزا بتاعت الانتستين هيعمل فيها طبعا دايريا، وبسبب الانفلاميشن فهتبقى بيسموها اكسيوتيتف دايريا. غالبا العام بيبقى بريزنتد بديزنتري، ديزنتري يعني دايريا وبلاد وميوكس، وغالبا بيبقى بينفول ديفيكيشن ومعاها ما يسمى تينيزمس. تينيزمس ده اللي هو اكسسيف useless peristalsis. يعني ايه؟ يعني العيان يحس ان عايز يدخل الحمام فيخش الحمام ويحاول يديفيكيت ما بيقدرش، في بريستالسيس شغاله بس ان افكتيف. البريستالسيس ده بيتنديكيت ان في حاجه عماله تيريتيت جدار الامعاء، عماله تنشيت بريستالتيك ويفز ولكنها ان افيشنت عشان تعمل ديفيكيشن. فالديزنتري هو بينفول ديفيكيشن معاها بلاد معاها بيوكس غالبا معاها تينيزمس. طبعا دي الدايريا هتبرزست دورين فاستنج لانها ملهاش اي علاقه بالاكل خالص. يبقى لو عايزين نحفظ الجنرال كاتيجوريز بتاعت الدايريا ديزيز هي سومي سيكريتوري اوزموتيك مال ابزوربتيف اكسيوديت. سيكريتوري هتبرزست دورين فاستنج، الاوزموتيك هتقل مع الفاستنج، المال ابزوربتيف هتقل مع الفاستنج، والاكسيوديت بيرزست مع الفاستنج. يبقى هي سومي الاس والاي بيرزست دورين فاستنج، والام الاوزموتيك والمال ابزوربتيف هتقل مع الفاست. اول مرض في المال ابزوربشن اخذناه سيستيك فايبروزس، وده قلناه لما كنا اتكلمنا عن الديزيز في انفانسي وتشايلد هود والسي اف تي ار والميوتيشنز اللي بتحصل فيها وتاثيرها على سويت جلاند واللنج والانتستين والبنكرياس والليفر والميل بسبب الاسوشيتد بايلاترال ابسنس اوف باز ديفرنس. ازاي بنشخصها؟ قلنا ده كله في الموضوع سيستيك فايبروزس. المرض الثاني ده ما اخدناهوش قبل كده في المال ابزوربتيف ديزيزز، حاجه اسمها سيلياك ديزيز او سيلياكس برو او جلوتين سنسيتيف انتروباثي. سيلياك كلمه سيلياك معناها ريليتد تو ذا ابدومين، حاجه ريليتد للابدومين سيلياك ديزيز. سبرو سيلياكس برو، سبرو دي ليها معنيين. المعنى الاول هي عباره عن قناه بيتصب فيها المعدن الصهر او البلاستيك عشان يتعمل فيه قوالب، ده اذا استخدمت يعني في اللغه العامه. لكن سبرو او معناها بقى في الطب هو مرض ريليتد للسمول انتستين بينتج عنه مال ابزوربشن ودايريا سبرو. اول اسم الادق طبعا جلوتين سنسيتيف انتروباثي، اوباثي يعني مرض وانتيرو يعني السمول انتستين. جلوتين سنسيتيف ان السمول انتستين بيحصل لها مرض لانها سنسيتيف لماده اسمها الجلوتين اللي بتبقى موجوده في القمح والشاي. المرض ده عباره عن immune mediated triggered by ingestion of gluten containing cereals. لما هذا الانسان اللي هو عنده استعداد وراثي ياكل الحبوب اللي فيها جلوتين زي القمح والشعير بيحصل له مرض في السمول انتستين ده. وهذا الانسان جيناتيك بريديسبوزد انديفيديوال غالبا بيبقى عنده الاتش ال اي دي كيو 2 ودي كيو. ايه اللي بيحصل؟ الجلوتين هذه الماده بتتحول الى او بتتكسر الى جلايادين اللي فيها حوالي 33 امينو اسيد. هذا الجلايادين بيحصل له ابزوربشن من خلال الانتستينال ابيثيليال سيلز. بعد كده
يوصل في الانتستاينال او يوصل لتحت الانتستاينال ابيثيليال سيلز لامينا بروبريا للساب ميكوزا، ويشتغل عليه انزيم موجود اسمه تيشو ترانس جلوتامينيز عشان يحول هذا الجلايدين الى دي اميديتد جلايدين. هنا بقى تبدا المشكله، ان الناس بقى اللي عندهم هذا الاتش ال اي دي كيو 2 او دي كيو 8 على الانتيجين بريزنتنج سيلز بتاعتهم بيستفزوا بهذه الدي اميديتد جلايدين. الانتيجين بريزنتنج سيلز بتاخد الدي اميديتد جلايدين في هذا الاتش ال اي مولكيول سبيسيفيك اتش ال اي مولكيولز، وتروح تبريزنت ات از ا فورين انتيجين للتي ليمفوسايت، والتي ليمفوسايتس تبقى اكتيفيتد وتفرز جاما انترفيرون اللي هيعمل انفلاماتوري ريسبونس ويعمل دامج انسان الابيثيليال سيلز. دي رقم واحد. في نفس الوقت تي ليمفوسايتس كمان تنشط اختها البي ليمفوسايت، اللي البي ليمفوسايتس تبدا تفرز اوتو انتي بوديز اسمهم انتي جلايادين او انتي بوديز اجينست الجلايادين انتي اندوميسيوم. الاندوميسيوم دي الانر لاير بتاعت الممبرين اللي كفرنج السكريتال ماسل فايبرز، ايه علاقتها؟ الله اعلم. وانتي تيشو ترانس جلوتامينيز كمان تفرز اوتو انتي بوديز ضد التيشو ترانس جلوتامينيز. مهم كمان الدي اميديتد جلايدين بنفسه بدون المرور بقى بالانتيجين بريزنتنج سيل والتي ليمفوسايتس والبي ليمفوسايتس، هو بنفسه بيحفز الابيثيليال سيلز ان هي تطلع انترلوكين 15، والانترلوكين 15 تركروت تنادي وتجيب سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت سي دي 8 بوزيتيف تي سيلز اللي تعمل دامج اكثر واكثر في الانتستاينال ابيثيليال سيلز. زي ما الابيثيليال سيلز بقت ستيمولييتد وطلعت انترلوكين 15 وجابت سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت، كمان الابيثيليال سيلز هتكسبريس ريسبتورز اسمه الميك اي ريسبتورز. ميك اي ريسبتورز دي اللي هتظهر على سطح الابيثيليال سيلز هيتعرف عليها ريسبتور ليها اسمه ال NKG2 ريسبتورز على سطح السيتوتوكسيك تي ليمفوسايتس اللي جت، فتعمل مور اند مور دامج للسانر ابيثيليال سيلز. يعني مش بس السانر ابيثيليال سيلز جابت سيتوتوكسيك تي ليمفوسايتس، لا ده كمان عملت ستيميليشن للسيتوتوكسيك تي ليمفوسايتس عن طريق ريسبتور ظهر على سطح الابيثيليال سيلز اسمه الميك اي ريسبتور، اللي عمل بايندنج مع ريسبتور على التي ليمفوسايتس اسمه ال NKG2 ريسبتور، حصل استيميليشن للسي دي 8 بوزيتيف تي سيلز وعمل الدامج للانستاينال ابيثيليال سيلز. طيب هل هذه الاوتو انتي بوديز بتساهم في الدامج؟ غالبا لا، هي بتظهر في السيروم وبنستخدمها كدايجنوستيك سيرولوجيك ماركرز للسيليك ديزيز، وكمان بنقدر نمونيتور الريسبونس للتريتمنت، لان لما بنبدا التريتمنت ونمنع هذا الجلوتين اللي عمل المصايب دي كلها، المفروض الليفلز بتاعت هذه الاوتو انتي بوديز تبدا تقل وتختفي من خلال 3 ل 6 شهور افتر الجلوتين فري دايت. الدايجنوزس غالبا الطفل بيجي لنا في ما بين سن 6 ل 24 شهر، يعني من 6 شهور لسنه، لان ده الوقت اللي بتبدا الام تدخل فيه الجلوتين كومبوننتس القمح والشعير ومكوناته. الطفل يجي بعد ما ياكل وجبه فيها هذا الجلوتين، يجي طبعا بابدومينال ديستنشن وانوركسيا ودايريا، لان طبعا كل الانجر اللي بيحصل والدمج ده زي ما هنشوف بيعمل اتروفي للفيلاي بتاعت السمول انتستين، يعني مفيش ملء ابسورب، يعني مفيش ابسوربشن من نيوترنتس، يعني ملء ابسورب. بيبقى اسوشيتد مع سيلياك ديزيز امراض اخرى. مرض في الجلد هناخده كمان شويه اسمه ديرماتيتس هيربيتيفورد، وامراض تبع الجي اي تي لينفوسيتك جاسترايتس ولينفوسيتك كولايتس. اتكلمنا عن اللينفوسيتك جاسترايتس قبل. طيب بنشخصه ازاي؟ بناخد عينه، الطبيب بيخش بمنظار وياخد عينه من السكند بورشن اوف ذا ديودينم. ليه؟ لان ده سكند بورشن اوف ذا ديودينم هو اكتر مكان بيحصل ديبوزيشن للجلوتين ويبدا الباثولوجي فيه. فبنلاقي ثلاثه فايندز لما بياخد عينه من السكند بورشن. طبعا هو بالمنظار هيشوف فلاتنينج في المنطقه دي، مفيش باللاي، باللاي اختفت بسبب الاميون ديستراكشن اللي حصل. فاحنا بنشوف ثلاث حاجات، واحد اتروفي للفيلاي. المفروض النورمال ريشيو ما بين الفيلاي والكريبت يبقى ثلاثه فيلاي الى واحده كريبت، او خمسه فيلاي الى واحده كريبت. هنا ما بنلاقيش فيلاي خالص، الفيلاي بتبقى وسط.
في نفس الوقت هو مين اللي عمل دامج للفلاي، مين عمل الباثولوجيا؟ الليمفوسايتس. فبنفاجئ ان في ليمفوسايتس دخلت عندنا في الابيثيليال سيلز اسمها انترا ابيثيليال ليمفوسايتوزس. غالبا اكتر من 30 ليمفوسايتس دخلت وسط 100 انتيروسايتس او 100 ابيثيليال سيلز. ثالث حاجه، دي حاجه بقى نون سبيسيفيك، كريبت هايبر بليزيا. كل الدامج اللي بيحصل في الفلاي فاز ريجنريتيف بروسيس، تلاقي الكريبتس والجلانس يحصل لها الونجيشن وهايبر بليزيا. تاني دايجنوستيك ميثود نقدر نعمله اللي هو نشوف الاوتو انتي بوديز. الانتي بوديز نتيجه التيشو ترانس جلوتامينيز غالبا بتبقى الميوجلوبولين اي، الدي اميديتد جلايدين بتبقى غالبا الميوجلوبولين اي او الميوجلوبولين جي، او بنكشف على الانتي اندومايسيال انتي بوديز هي هايلي سبيسيفيك فعلا بس ليس سنسيتيف. وايه اللي يكون الانتي بوديز ضد الاندومايسيا؟ بيقولوا ان هي غالبا كروس رياكتيف، يعني الانتي بوديز بالمره او يعني هذا الاندومايسيم يشبه الى حد ما الحاجات اللي استفزت ظهور الاوتو انتي بودز فتكونت انتي بودز. العلاج طبعا الاساسي ستريكت جلوتين فري دايت، امنع الجلوتين تماما من الاكل بتاع هذا البيشنت. تدي فتره 6 شهور. لو العيان ما خفش يبقى ده اسمها ريفراكتوري سبرو. ان السبرو عندنا المرض اللي عندنا ريفراكتوري، مش ما استجابش لمنع الجلوتين. وهنا لو حصل هذا الريفراكتوري سبرو لازم الدكتور يخش يجيب عينه ثانيه سكند بورشن اوف ديدينم ويبعتها للباثولوجي، والباثولوجي لازم يعمل اميونو هيستو كيمستري علشان يطمن ان الليمفوسايتس اللي موجوده عنده ار نورمال ليمفوسايتس مش مالينا. والدليل النورمال ان احنا نلاقي ديفرنت جروبس وبوبوليشن من الليمفوسايتس، يعني نلاقي ليمفوسايتس اكسبريسنج سي دي 3 جنبها شويه ليمفوسايتس اكسبريسنج سي دي 5 جنبها ليمفوسايتس اكسبريسنج سي دي 8. طول ما عندك بولي كلونال فاميلي من الليمفوسايتس فدي حاجه كويسه، فبيسموها ريفراكتوري سبرو تايب 1، وغالبا دول بيدوها بقى امينو سبريسنت. المصيبه بقى لو انت لقيت 1 بوبوليشن اوف ليمفوسايتس موجوده عندك، غالبا بتبقى السي دي 3 بوزيتيف ليمفوسايتس موجوده بكثره مع اختفاء او قله السي دي 8 ليمفوسايتس، فبنسميها سي دي 3 بوزيتيف سي دي 8 نيجاتيف انترا ابيثيليال ليمفوسايتس. دي بتبقى مصيبه لان طالما حصل بريدوميننس لوان فاميلي من الليمفوسايتس غالبا انت داخل في سكه ليمفوما يسموها انتيروباثي، يعني انتيرو يعني سمول انتستين اسوشيتد تي سيل ليمفوما، ده اللي بنسميه ريفراكتوري سبرو تايب. ادي هنا دي عينه من السمول انستستين بقى لم يعني ما بقاش في فيلاي، بقت شبه الكولون حيث اللي ما فيش فيلاي لكن كريبس. كريبس الونجيتد جدا اهي. كل نقط الزرع دي مليانه ليمفوسايتس وليمفوسايتس داخله كمان انترا ابيثيليال ليمفوسايتس، كده عندنا الثلاثه نو فيلاي كريبت الونجيشن وانترا ابيثيليال ليمفوسايتس اهي. كل الليمفوسايتس داخله كتير جدا جدا وسط الابيثيليال سيلز بتاعت السمول انستستين. دول الريفراكتور سبرو تايب 1 عندنا سي دي 3 بوزيتيف تي ليمفوسايتس وسي دي 8 بوزيتيف تي ليمفوسايتس، ده كويسين. المشكله بقى لما نلاقي فقط سي دي 3 بوزيتيف تي ليمفوسايت وذ نيجاتيف سي دي 8 او سي دي 8 قلت جدا جدا جدا، ده ريفراكتور سبرو تايب 2، ده اللي بنخاف بقى يكون قلب بانتيروباثي اسوشيتد تي سيل ليمفوما. ده الدرماتايتس هيبيتفورمز، وقلنا ده واحده من الدرماتولوجيكال مانيفستيشن بتبقى اسوشيتد مع السيليا ديزيز. زي ما سيليك ديز كان اوتو اميون برضه ده اوتو اميون ديس اوردر، بيحصل بليسترز في السكين يبقى اسوشيتد مع سيليك ديز. غريب في الامر ان كل ما زادت السيفيريتي بتاعت الدرماتايتس هيربيتيفورمز، يعني كل ما ديش دي تبقى سيفير قوي، كل ما ده يقول لك ان الانتستاينال سيمبتومز ان جلوتين سنسيتيف انتروباثي مايلدر، يعني في علاقه عكسيه ما بين السيفيريتي بتاعت الدرماتايتس هيربيتيفورمز في الجلد وما بين الانتستاينال ديزيز، يعني سيفير درماتايتس هيربيتيفورمز از اسوشيتد وذ مايلد انتستاينال ديزيز. درماتايتس ايتس يعني انفلاميشن وجرم يعني سكين، فهو انفلاميشن في السكين في شكل بابيولز وفيزيكلز على الاكستنسور سيرفس بتاعت القلب والني والباتوس والرك. طب ليه سميناها هيربيتيفورمز؟ لانها بتتجمع مع بعضها البعض تشبه الليزنز بتاعت الهربس لو نفتكر من الانفكشس ليكتشر. فبيسموها درماتايتس هيربيتيفورمز. ايه سبب تكوين البابيولز الفيزيكلز؟ بنلاقي بليستر تحت الابيديرمس، سب ابيديرمال بليستر.
بتتكون بليستر حويصله نتيجه السيباريشن لاجزاء من الابيديرمس سب ابيديرمس تحت الابيديرمس ما بين الابيديرمس والدرمس. خدنا فين قبل كده كلمه سب ابيديرمال بليستر؟ خدناها لما اتكلمنا عن اسوفيجيال ديزيز، اتكلمنا عن الديرماتولوجيكال كونديشنز ممكن تاثر في الاسوفيجس. بنفيكال فالجاريس كان بيعمل سوبرا بيزل، البولس بنفيجويد كان بيعمل سب ابيديرمال بليستر زي اللي هنا زي الدرماتايتس البيتيفورمس. في كانت ثلاث امراض بيعملوا فول ثيكنس ابيديرمال نيكروزس، وفي عملت فور توكسيك ابيديرمال نيكروليزس والستيفن جونسون سيندروم. هنا برضو بيحصل سب ابيديرمال بليستر، بس بقى بيبقى هنا البابيلاري ديرمس مكان البليستر دي مليانه نيتروفيلز، وممكن تلاقي شويه اسينوفيلز، وممكن طبعا البيزل سيلز بتاعت الابيديرمس ممكن تبقى انجرد وتعمل فيها باكيولايزيشن. نفس الوقت في ديرمال انفلاماتوري انفلتريت، في انفلتريت في الديرمس كرونيك مليانه السنيتروفيلز والليمفوسايتس وكرونيك ماتروسيلز والنيتروفيلز، ما بقاش في باسكيولايتس. يبقى عندك انفلاماتوري سيلز كرونيك ديرمال انفلاماتوري سيلز، وعندك سب ابيديرمال بليستر مليانه نيوتروفيلز. ايه سبب السب ابيديرمال بليستر ده؟ لما عملنا دايركت اميونو فلوريسنس لقينا ان في اميونو جلوبولين اي ديبوزيتد على الديرمو ابيديرمال جنكشن، في اوتو انتي بودز هنا اميونو جلوبولين اي اترسبت على الديرمو ابيديرمال جنكشن وعملت دامج للديرمو ابيديرمال جنكشن، ففصلت الابيديرمس عن الديرمس وبالتالي تكون عندنا حويصله تحت الابيديرمس سب ابيديرمال بليستر. ما جبناش احنا سيره نيتروفيتس خالص في السيليك ديزيز في الانتستين، لكن هنا كاركترستيك قوي في نيتروفيتس كتير مع الايسينوفيلز طبعا ومع بقيه الكرونيك ماتر، لكن هنا في نيتروفيتس. طيب في مرض مشهور جدا في الجلد بيحصل برضه ميونوجلوبولين اي ديبوزيشن، بس هنا على البيزمنت ممبرين على اخر حته في الابيديرمس، بس هنا شكل الديبوزيشن ما بيبقاش جرانيولار زي الدرماتيتس هيبيتوم، لا بيبقى لينير كان خط مرسوم على البيزل لير بتاع الابيديرمس، اسمه لينير من اسمه حتى هم قالوا لينير عشان يفرقوه عن الجرانيولار بتاع الدرماتيتس هيبيتوم. لينير اي جي اي بولس درماتوزس برضه بيعمل بولي سب ابيديرمال بولي درماتوزس سيميلر مايكروسكوبيك بيكشر للدرماتيتس هيبيتوفورمز، بنفرقه فقط بالامينو فلورسنس اللي احنا بنلاقي بدل جرانيولار لينير، وهنا على البيزمنت ممبرين وبرضه اوف اميونوجلوبولين اي انتي بودي. ايه اللي جاب اميونوجلوبولين اي هنا؟ وايه الانتيجين اللي اتكسر وادى الى الديرمو ابيديرمال جنكشن؟ غالبا قالوا ان الاوتو انتي بودز اللي اتكونت في السيلياك ديزيز في الانتستين ضد الترانس جلوتامينيز بتعدي في الدم وتروح للجلد وتكسر لك الابيديرمال ترانس جلوتامينيز اللي موجوده في الابيديرمس. هو ده الاوتو انتي بودز الاي جي اي اللي ترسبت عند مكان الابيديرمال ترانس جلوتامينيز عند الديرمو ابيديرمال جنكشن اهو، وادت بينا الى ان احنا نعمل سيباريشن للابيديرمز وسب ابيديرمال فيزيكال مليانه نيتروفيلز وتعمل الديرماتيتس هيربيتيفورمز. ايه اللي جاب نيتروفيلز هنا؟ قالوا غالبا ان الانفلاماتوري ريسبونس اللي بيطلع في السيلك في الانتستين بيطلع انترلوكين 8 اللي بتروح للدم ومنه الى الجلد بتجيب نيوتروفيلز هنا في المنطقه دي، مع ان مفيش نيوتروفيلز سيليك ديزيز لكن بيبقى في نيوتروفيلز هنا في الديرماتيتس هيربيتيفورمز. طيب ناخد امراض اخرى برضه ريليتد للمال ابسوربشن، حاجه اسمها تروبيكال سبرو، كانت هناك اسمها سيلياك سبرو، هنا تروبيكال سبرو. قلنا سبرو يعني ديزيز في السمول انتستين، تروبيكال يبقى اكيد ريليتد لترافلينج تو سبيسيفيك تروبكس specific tropical حتى يسموها environmental entropy. ده بيأفكت البيبول ليفينج ان اور فيزيتنج تروبكس غالبا الكاريبيان والافريكا والانديا وساوث ايست اسيا وساوث امريكا. العينين دول بيحصل لهم فيلاس اتروفي، اتروفي في الفيلاي بدون زياده في الانترا بكتيريا لينفوسايتس على غرار سيليك ديزيز. غالبا ده بيبقى سبب انفكشس ايتولوجي وبنعالجها بانتي بايوتكس. انفكشن جاه للناس دول وعملت اتروفي للفيلاي فادت الى مال ابسوربتيف دايري. المرض الثاني اللي اسمه لاكتيز ديفيشنسي او دايساكاريديز ديفيشنسي، وده مثال على الاوزموتيك دايريا،
الناس دول ما عندهمش الانزيم اللي بيكسر السكر اللي اسمه لاكتوز، وبالتالي لما هياكلوا اي حاجه فيها لاكتوز اللاكتوز مش هيتكسر، وبالتالي مش هيحصل له ابزوربشن، وبالتالي يفضل قاعد في اليومن ويعمل سام سورت اوف اوزموتيك فورس ويشفط ميه ويعمل ووتر دايريا. فادي لاكتوز ريمينز ان ذا اليومن ويعمل ايه دايريا، وده مثال على اوزموتيك دايريا. في نوعين بيحصل بسبب او بيحصل بسبب ديفيشنسي لهذا الانزيم، كونجينيتال وده بقى اوتسومال ريسيسيف، او اكوايرد اي بقى مرض ادى الى تدمير هذا الانزيم اللي موجود على البراش بوردر بتاع السمول انتست. المرض الثالث اسمه ويبل ديزيز، هو رير ديزيز نتيجه سيستميك انفكشن بأورجانيزم اسمه تروفيريما ويبلياي. الاورجانيزم ده غالبا بيبقى اكوايرد ويأفكت البروكسيمال انتستين. ولما نبص على الانتستين اللي فيها هذا الاورجانيزم بنلاقي ماكروفاجس ماليه لامينا بروبريا وبلع هذا الروت شيبد باسيلاي، والماكروفاج تتجمع وتبلع الباسيلاي دي لدرجه ان هي بتضغط على الميكوزا وتعمل فلاتنينج وبلانتنج ولص اوف الفيلاي زي ما احنا شايفين كده. فهذا الميكروسكوبيك اكيوميليشن اوف ماكروفاجس ان ذا لامينا بروبريا ومليانه روت شيبد باسيلاي، وهذا الفلاتنينج اللي بيحصل في الانسينال ميكوزا فيبان المنظر جروسلي از ايلوش ميكوزال بليكس، تلاقي بليكس كده في الميكوزا لونها يلوش انكر. وساعات بنلاقي البكتيريا دي وصلت للميزنتريك ليمف نودز وتعمل فيها سام سورت اوف ميزنتريك ليمف ادينايتس. مايكروسكوبي بيكشر زي ما قلنا، ادي الماكروفاج بتيجي تملى لامينا بروبريا بلع الباسيلاي دي ما بتقدرش تهضمها، وعشان تشوف الباسيلاي كويس اعمل اصبغ العينه بتاعتك ببريديك اسيد شيف، فتلاقي الماكروفاجس اللي بلع الفلاي اخذت الباس ستين واتصبغت بهذا الريدش كلرز او الفايولت كلر ان لامينا بروبريا. فالماكروفاجس بالباسيلاي وبلانتنج اوف الفلاي، وان اديشن ساعات بنلاقي راوندد سبيسز بيضاء اتكونت عندنا في الميكوزا والسب ميكوزا. بعضهم قال ده فات فاكيولز اتجمع هنا في الميكوزا، بعضهم قال ده دايليتد ليمفاتكس علشان الماكروفاجز دي اللي بلعت البكتيريا ممكن تمشي في الليمفاتكس وتروح للدريننج ليمف نودز. فهم برضو في ثلاثه هنا مشهورين جدا، ماكروفاجز بلع الباسيلاي بلانتنج للفيلاي، وفات او راوندد سبيسز بيضاء موجود عندنا في الميكوزا والسب ميكوزا. ده الويبل ديزيز نتيجه هذه البكتيريا اسمها تروفيريما ويبليو. المرض الثالث او الرابع في المجموعه بتاعتنا اسمها مايكروسكوبيك كولايتس. كولايتس يعني انفلاميشن في القولون في القولون. مايكروسكوبيك يعني ما بنشوفش اي حاجه جروس، ما بنشوفش اي حاجه راديولوجي ولا بالمنظار، وهو ايديو بس ما حدش عارف ايه سبب. في نوعين من المايكروسكوبيك كولايتس، هو بس بيتشاف بالمايكروسكوبيك. نوع اسمه كولاجينس كولايتس، ان بيترسب تحت الابيثيليوم اوف ذا كولون ثيك لير اوف كولاجين مع انترا ابيثيليال ليمفوسايتس او ليمفوسيتيك كولايتس، يبقى عندك هنا انكريس في الانترا ابيثيليال ليمفوسايتس بس من غير ديبوزيشن اوف سب ابيثيليال كولاجين، عشان نفرق عن الكولاجينس كولايتس. ليمفوسيتيك كولايتس ده بتبقى اسوشيتد مع سيلياك ديزيز ومع اختها في الاستومك ليمفوسيتيك جاسترايتس ومع اوتو اميون ديزيز. فده المايكروسكوبيك كولايتس. المرض اللي بعد كده اسمه A بيتا لايبوبروتينيميا. A بيتا لايبوبروتينيميا، A يعني نوع بيتا لايبوبروتين، نوع من انواع البروتينات اللي بيتولد هذا المريض عنده نقص فيها اوتومان ريسيسيف. واحده او البيتا لايبوبروتين اللي مقصوده في هذا المرض هي واحده من الترانسفير بروتين اللي بتنقل الترايجليسرايد في السمول انتستين وبتعمل ابزوربشن للفات. وبالتالي لما هذا البيشنت يبقى عنده ديفكت في الترايجلسرايد ترانسفير بروتين، في هذا ترانسفير بروتين اللي بينقل الترايجلسرايد، فالانتيلوسايتس will not be able to absorb واكسبورت اللايبوبروتينز والفري فاتي اسيدز من اليومن من الاكل وتوديها للدم. وبالتالي الليبيدز هتفضل متجمعه عندنا في السيلز. وان كنا ان احنا هنفشل في ان احنا نعمل ابزوربشن للفاتي اسيد والترايجلسرايد، فده بالتبعيه هيؤدي الى ديفيشنسي في الابزوربشن بتاع الفيتامينز ريليتد للفات اللي هي فيتامين اي والدي والاي والكي.
زائد ان انت ما عندكش ليبيدز كويسه في جسمك، وبالتالي هيحصل لك ديفكت في الليبيد بتاع البلازما ممبرين في خلايا جسمك كلها. على راسها طبعا الريد بلاد سيلز، هيحصل ديفكت في البلازما ممبرين بتاعها. فلو اخدت شويه عينه من الدم من هذا المريض وبصيت على الريد بلاد سيلز فيها، فتلاقي الريد بلاد سيلز عامله سبايكس كده، ده ديفكت في البلازما ممبرين بتاعها، فبنسميها اكانثوسايت. ده هايلي كاركترستيك للمرض اللي اسمه ابيتا لايبوبروتينيميا، اللي المريض عنده ديفكت في ترايجلسرايد ترانسفير بروتين، ما بيقدرش يعمل ابزوربشن للفات، وبالتالي يحصل ديفكت عندك في البلازما ممبرين بتاعت الار بي سيز، وتبان في شكل اكانثوسايت. المرض اللي بعد كده اسمه نيوماتوزيس انتستايناليس، ونيوما يعني اير، يعني هنا عندك اكيوميليشن اوف جاز في الانتستاينال وول. اذا كان المريض بتاعك اللي حصل له هذا الاكيوميليشن اوف جاز انفانت، فده غالبا مع نيكروتايزنج انتيروكولايتس او مع سيستيك فايبروزيس، قلنا المرضين دول وشرحناهم، او مع كونجنتال هارت ديفكت. ممكن يحصل في الادلت، وغالبا بيبقى السبب مجهول ايديوباثيك او اسوشيتد مع كيموثيرابي، كرونيك لانج ديزيز، دراجز، سكيميك كولايتس، اوبستراكشن او سكليرودرم. ممكن يحصل سكندري لتروماتيك رابشر اوف جاز انتو الباول، واحد بقى بيكح كحه عنيفه جدا 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 لدرجه ان هو يعني عمل رابشر لواحده من الالفيولاي في الرئه بتاعته، وتسرب الهواء على الميدياسباينا ومنه الى الابدومن من خلال الدايفراجمات من الدايفراك، فيعمل رابشر جاز انتو الباول يعني ممكن. او نتيجه بروليفريشن اوف جاز فورمينج اورجانيزم، واحد بقى مصاب بجاز فورمينج اورجانيزم زي كلوستريديوم بيرفرينجس، قلناها قبل كده في الانفكشس ليكتشر، او انتروباكتر ايروجينيس او اشيريشيا كولاي. ساعات الجاز اللي بيتجمع في الوول بتاع الانتستين ده بيعمل حويصله سيست فيلد ويز اير سب ميكوزا، فساعتها ساعات بنسميها نيوماتوزيس سيستويدز انتستينيتس. طيب اخر مرض عندنا في مجموعه المال ابسوربشن حاجه اسمها الميلانوزيس كولاي. ميلانوزس يبقى في عندك يعني هنا بتحس بطعم بيجمنت ميلانين، ميلانوزس هو ديبوزيشن اوف دارك ميلانين لايك بيجمنت في الكولون ماكروفاج، الماكروفاج بتبلع هذه البيجمنت تستقر عندك في جدار القولون وتدي لك اللون، لون مميز للقولون بتاع هذا البيشنت. غالبا يبقى هذا البيشنت بياخد انثراكينون لاكساتيفز، واللاكساتيفز دي المسهلات ممكن تعمل شويه انجري وابوبتوزس في الكرونيك ابيثيليال سيلز، فالابيثيليال سيلز بتاعت الكولون تقع والماكروفاج تيجي تبلعها وتحولها الى ميلانين لايك بيجمنت. ممكن تبقى سكن لاي سبب يعمل انكريس في الكرونيك ابيثيليال. الميلانوزيس كولاي بيتشابه مع بعض الامراض الاخرى، بيتشابه مع حاجه اسمها السيرويدوزيس، او الاسم المشهور بتاعه براون باول سندروم. براون باول يبقى برضو الباول عندك، الانتستين عندك بقت لونها براون، هنا نتيجه لايبوفيوسين بيجمنت اتجمعت عندك في السموث ماسل سيلز. فاي سموث ماسل سيلز هتقابلها في جدار الانتستين هتلاقي فيها لايبوفيوسين بيجمنت، فبنلاقي السموث ماسل سيلز طبعا في الماسكولاريس ميكوزا ماسكيلوسا والفيزل وول، ده بيبقى غالبا اسوشيتد ويز فيتامين اي ديفيشنت. بيتشابه مع هيموكروماتوزس، ده بقى مرض ناخده بقى بسبب يعني هو ايرن اوفرلود، ايرن ترصد في التيشوز في الجسم هذا المريض، والايرن لما هيترسب ممكن يتحول الى فيراتين وفيراتين وفيراتين ويعمل هيموسيدرين اللي هتدي براون بيجمنت، بس هنا هيترسب في الايبيثيليال سيلز فيدي برضه براون بيجمنتيشن في الايبيثيليال سيلز نتيجه ايرن اوفرلود. في حاجه اسمها سودو ميلانوزس، ميلانوزس كاذبه، ده بيبقى بلاك بيجمنت غالبا ايرن في الماكروفاجز اوف ديودينم، ده associated with iron containing compounds like hypertension أو iron containing compounds، الناس اللي بتاخد مواد فيها الايرن فيتامينز فيها ايرن، أو مع الهايبرتنشن أو مع الاند ستيج رينال ديزيز أو حتى مع الدايبيتس ميتس. فالهيموكروماتوزس ايرن كتير مترسب في الابيثيليال سيلز، وهنا برضه السودو ميلانوز ايرن بس مترسب في الماكروفاجز غالبا بتاعت الديودينم بس، ويبقى غالبا ريليتد برضه لايرن أو بعض الامراض المزمنه زي الهايبرتنشن والاند ستيج رينال ديزيز والدايبيتس ميليتس.
ننتقل الى الجزء الثاني من الدايريال ديزيز اللي هي الانفكشن. احنا اتكلمنا كل اللي فات عن المال ابسوربشن اللي بيؤدي الى دايريا، جبنا سيره السيستيك فايبروزس والسيلياك ديزيز ولينكد ليه الديزيز الريليتد بتاعه ودرماتايد سيربيتيفورمس في الجلد. كده اتكلمنا عن مجموعه بقى من الامراض المتنوعه زي تروبيكال سبرو والويبل ديزيز واللاكتيز انسفشنسي والابيتا لايكوبروتينيميا والنيوماتوزيس انتستيناليس والميلانوزيس كولاي واشبه. انفكشس كوز اوف دايريا اخذناها طبعا بالتفصيل في محاضره الانفكشس ديزيزز من كوليرا وكامبيلوباكتر وشيجيلا وسالمونيلا وتيفويد فيفر يرسينيا اي كولاي بانواعها كلوستريديوم ديفيسيل الويبل ديزيز قلناه والمايكوبكتيريا انفكشن زي التي بي وغيرها. يعني دي مراجعات سريعه على اهم الانفكشس اورجانيزمز. الكوليرا التوكسنز بتاع بيأكتيفيت الشي بروتين ويزود ادينايليت سايكليز ويزود سايكليك ان بي فبيفتح سي اف تي ار ويطلع كلورايد اين في اليومن يعمل اوزموتيك جريدينت ويعمل سكريتوري دايريا زي البرتاس توكسنز مع اختلاف الميكانيزم. كامبيلو باكتر جيجونال وان اوف ذا امبورتنت كوز اوف ترافلرز دايريا وبيعمل رياكتيف ارثرايتس في العيانين اللي عندهم اتش ال اي بي 27 وريثيما نودوزم وجيان باري سندروم. شيجيلا موست كومن كوز اوف بلادي دايريا غالبا مع ترافلرز اللي بيروحوا للديفلوبينج كانتريز. قلنا الكامبيلو باكتر والشيجيلا والسالمونيلا كلهم بيعملوا السيم اكسبو بيكتشر اللي هو اللي اسمه الاكيوت سيلف ليميتد كولايتس. عندك نيوتروفيلز جايه لك وسط الكرونيك انفلاميشن اللي في اللامينا بروبيا بتاع الكولون. قلنا النيتروفيلز بوليمورف نيوكليو ليوكوسايتس ممكن تخش في الابيثيليوم تعمل كريبتايتس او تتجمع في اليوم اوف تجدانس تعمل كريبتابسيسس. نيكولاي الانتيريو توكسوجينيك كان برنسبل كوز اوف ترافلرز دايريا كان بيطلع نوعين من التوكسنز هيت لابايل تبع الكوليرا والهيت ستيبل بيزود السايكل جين بي. تيروباثوجينيك ده كان بيعمل مجموعه من الليجنز الانسايدر مايكروفيلاي كان بيأتاتش وإفيز. سودو ممبرينس كولايتس كانت ريليتد لبرولونجد انتي بايوتيك يوز بيدستيرب النورمال مايكروبيوتا والفلورا في القولون بما يسمح بالجروس بتاع كلوستريديوم ديفيسيل وتعمل سودو ممبرينس كولايتس. الفيروسات النورو فيروس معظم الجاسترو انترايتس بيحصل بسبب هو الروتا فيروس موست كومن كوز اوف سيفير تشايلد هود دايريا ودايريا ريليتد ديفيس وورلد وايد. في بارازايتس كتيره طبعا بتعمل دايريا زي الاسكاريس والاسترونجلويدز النيكاتور امريكانس والانكليستوما ديولينال جيارديا الانتاميبا تريكيورا ستريكيورا والدايفيلوبوثريوم بيتون. كل دي انفكشس اخذناها، اخذنا الفيروسات النورا والروتا، اخذنا كلوستريديوم ديفيسيل، قلنا ساعتها لو نفتكر البولكانو ايروبشن السودو ممبرين الكوليرا اخذناها وكامبيلو باكتر جيجناي شيجيلا اخذناها الايكولاي بانواعها السالمونيلا والباثوجينس اوف سالمونيلا خدناها ان التايفويد بس اللاي بيعمل لها بنكتسبها او بتخش في جسمنا عن طريق كونتامينيتد فود ريزيست الجاستريك اسيد توصل لميكوزا اوف سمول انتستين تقعد اسبوعين. في خلال الاسبوعين الاوليين من اكتسابنا ليها بتاتاتش المايكروفيلاي وتخترق الميكوزا بتاعت الاليوم اوف سمول انتستين وتوصل اللامينا بروبرا والسب ميكوزا. نوصل هناك في الاليوم في البيرس باتش وفي الام سيلز، فالام سيلز تاخدها وتوصلها للليمفوسايت الماكروفاج في الاندرلاين ليمفويد تيشو والبكتيريا تمالتبلاي. البكتيريا تقعد بقى في الماكروفاج تبرطع وتتكاثر جواها والماكروفاج تاخدها للميزنتريك ليمف نودز من خلال الليمفاتكس وتتكاثر في الليمف نود تملى الليمف نود وتخرج منها الى ثراسك دكت ثم الى البلاد ستريم تعمل بكتيريميا وتروح لميني اورجان سبيشال تيكنوندريال سيستم بتاع الليفر والبلادر والسبين والبون مارو سلاي مالتبلاي فاردر وبعد كده تنزل في الدم بقى كمية رهيبة ماسف بكتيريميا. من ضمن بقى الميديم اللي بتحبها البكتيريا البايل، فالبكتيريا تروح تقعد لك في البايل كل شوية توصل من البايل إلى الجول بلادر وتتكاثر في الجول بلادر وبعد كده كل شوية بالسلاي تنزل من الجول بلادر والبايل إلى الانتستين وتقعد بقى تريبيت كل شوية بكتيريا كل شوية بكتيريا وتروح تستقر في المكان اللي دخلت فيه في الأول بيرس باتش تكسر فيه بعنف وتعمل فيه بقى فيه انفلاميشن واليفيشن والبيرس باتش تضغط على الاوفر ماج ميكوزا وتعمل فيها نيكروزس وتعمل كاركترستيك تايفويد السرز اللي هي اوفال شيب السرز اورينتد الونج ذا لونج اكسس اوف ذا اليوم لان هو ده الاورينتيشن وتجميعه البيرس باتش. دي كانت اللي هي الالسرز بتاعت التايفويد واللونجيتيدنال اوفال السرز رينج الونج لونجيتيدنال اكسس بتاع الاليوم. ده كانت ادي الباثوجينس اللي احنا قلناه وقلنا الفيدال تيست
وازاي نشخص السالمونيلا. اتكلمنا عن الانتستاينال تي بي وبرايمري وسكندري. برايمري كنا قلنا لازم ثلاثه، من الإيليام مع الليمفانجايتس مع الليمفادينايتس اللي كنا بنسميها تيبس ميزنتريكا. السكندري برضو تيجي في التيرمينال إيليام وتعمل نيكروزس والسريشن والسر. وهنا اشهر ثلاثه او اربعه السرز بتحصل في السمول انتستنس، اول اثنين بالتي تايفويد والتوبركلوزس والكرونز ديزيز لسه ناخده، مع البيبتيك السريشن طبعا اذا حصل في الديودن. ده الفرق ما بين التايفويد السرز والتوبركلوس السر. التايفويد السرز غالبا في الاليوم في البير سباتش، التوبركلس السر ممكن يحصل في اي حته بس برضه يحب قوي الاليوم والانيوسيكال ريجن. التايفويد السرز تبقى لونجيتيودنال لونج لونج اكسس، ده مين في البير سباتش. هنا بتبقى ترانسفيرس وده لونجيتيودنال اكسس لانها سبريد ثرو الليمفاتكس ويتش ار ارينجد سيركمفرنشالي. الليمفاتكس بتلف حوالين الوول بتاع الانتستين، وبالتالي لو هتعمل السرز فهتعمله ترانسفيرس تو ذا لونجيتودنال اكسس مش لونجيتودنال تو ذا لونجيتودنال اكسس، مش على طول اللونجيتودنال اكسس، لا ده هيبقى بالعرض ترانسفيرس تو ذا لونجيتودنال اكسس. الميكروسكوبي هنا في التايفويد السرز تلاقي ماكروفاج ولينفوسايتس وبلازما سيلز كرونيك انفلوت سيلز، لكن طبعا تيوبركلاس السرز هتبقى جرانيلوما كيزياس نكروز سراوندد باي سيلز بتاعت الجرانيلوما. تايفويد فيفر تعمل نيتروبينيا تقلل عدد النيتروفيلز، هنا التايبركلاس السرز تعمل ليمفوسايتوزس لو هنعمل سي بي سي. انتستاينال كومبليكيشن التايفويد السرز ممكن تعمل بيرفوريشن لانها اتس ان اكيوت بروسيس اسوشيتد وذ ثينينج اوف ذا باول وول، فممكن تعمل خرم في جدار الاليوم. هيموريدج از كومن. اوبستراكشن لا، لان هنا الانفكشن اكيوت فما بتعملش قوي فايبروزس. اكسترا انتستاينال مي ديفلوب طبعا لو العيان كارير. تيوبركلس السر البرفوريشن لا، لانها كرونيك انفلاميشن فتيل باي فايبروزس. هيموريدج ما بيحصلش قوي. اوبستراكشن طبعا يحصل بسبب الفايبروزس. والاكسترا انستاينال طبعا التي بي ممكن ينتقل لبره الانتستين ونعمل تيوبركلس بريتونايتس وادر اورجنز انفكشن. الجرام نيجاتيف بكتيريا اتكلمنا عن مجموعه اليرسينيا اللي كانت بتعمل البليت، وقلنا من بعضهم في واحده اللي هي البيستس والثانيه اسمها انتيروكوليتيكا والسودو تيوبركلوزس، دول بيعملوا فيكو اورال ترانسميتد اليايتس وميزنتريك ليمفادينايتس تقريبا في التشيلدرن. نلاقي فيها هايبر بلاستيك ليمفويد فوليكلز وساتيوريت جرانيلوما. جرانيلوما كرونيك انفلاماتوري سيلز مع نيتروفيل سيميلر تو كرونز ديزيز جدا، لدرجه ان واحده من الفينشال دايجنوزس مع كرونز ديزيز لما ناخده كمان شويه هي اليرسينيا انفكشن. فاليرسينيا الفاميليز بتاعت الانتيروكوليتيكا والسودو تيوبركلوزس معانا في الانفكشنز اللي ممكن تعمل دايريا. انيروبيك بكتيريا برضو اتكلمنا عن الكلوستريديوم بالممبرز بتاعت هذه الاسره، واتكلمنا عن الكلوستريديوم ديفيس اللي اهو هنا. بروتوزوا الانفكشن الانتاميبا هيستروتيكا اتكلمنا عنها، والجيارديا لامبليا اتكلمنا عنها، وبروتوزوا الانفكشن الاخيره اللي هي اسمها كوكيديوزس. ده بتنكلود ثلاثه، كريبتوسبروديوم او الدلع بتاعها اسمه كريبتو، وسيستوسبوروزا باللاي اللي كان اسمها قبل كده ايزوسبورا باللاي، ودي بتصيب الناس اللي اميونو كومبرومايز زي اللي عينين عندهم ايدز. الفاميلي العضو الثالث اسمه سايكلوسبوريديوسس، وده غالبا بيعمل ترابلرز دغريه او اسوشيتد مع كونتامينيتد فود، حتى لو الفروت امبورتد كونتامينيتد فممكن برضه تبقى كونتامينيتد سايكلوسبوريديوسس. كريبتوسبروديوم بارفام لما بنبص عليها في انتستين مصابه بيها فبنلاقي الاورجانيزمز دوت لايك اورجانيزمز اهو ريليتد للبراش بوردر واليومن بتاع السمول انتستاينال والكرونيك ابيثيليال سيلز ومينيمال اسوشيتد انفلاميشن بره، هو جاست راوند دوت لايك اورجانيزم هنا موجود في اليومن على السيرفيس بتاع الابيثيليال سيلز والجلاد شبه اول طبعا الاتش بايلوري، بس طبعا مع اختلاف المكان واختلاف الشكل. ده الكريبتوسبوديوم بارفام. السيستوي سبوروزا سوري السيستوي اسمه صعب سيستو ايزوسبورا سيستو ايزوسبورا في اللاي، ده بيبقى برضه تايني فويد ستراكشر بس ده داخل الابيثيليال سيلز بتاعت الانتستاينال فيلاي. ده اللايف سايكل بتاعتهم. في عجاله الكريبتوسبروديوم بيصيب الانسان لو الانسان عمل انجيشن للاوسيست واحده من المراحل بتاعت هذا الاورجانيزم، والاوسيست دي تنزل في الانتستين
بتطلع الدوت لايك سمول اورجانيزمز اللي هتفضل لك قاعده لك في البراش بوردر بتاع السمول انتستين. شويه بعد كده الاوسيست ده ينزل في الفيسز ويكونتامينيت بقى ووتر او فود، واللي بعد كده ممكن انسان سليم تاني ياخده ويصاب بيه. ازاي الانتستين بقى هذا الاوسيست يطلع بعد كده وماتيور؟ بنبدا الاول، اول ما نبدا بادي ثين وولد سيست اهي، بتطلع منها ادي الاو سيست اهي، يطلع منها سبوروزويت، تحول بعد كده الى تروفوزويت، كل ده على سطح الانسان الابيثيليال سيلز اهي. بعد كده تعمل تايب 1 ميرونت، اللي تدي بعد كده تايب 2 ميرونت، اللي تدي بعد كده الميروزويتس، كلها شبه جدا الاسماء بتاعه الملاريا. كل ده على سطح الابيثيليال سيلز. وبعد كده ممكن تدينا الجامونت، اللي بتدي مايكرو جامونت ثم مايكرو جاميت، تدي مايكرو وماكرو، وعملها الزايكوت، الاثنين يتحدوا يعملوا الزايكوت، اللي تكمل بعد كده السيل سايكل بتاعتها. السيستو ايزوسبورا باللاي برضو الانسان بيكتسبها عن طريق ان هو ياكل كونتامينيتد فود، فالاوسيست اللي فيها السبوروزويتس بياكلها الانسان، وبعد كده السبوروزويتس تكمل اللايف سايكل بتاعتها جوه الانتستاينال ابيثيليال سيلز، تطلع بعد كده الاوسيست في الفيسز، تبقى اللي تتحول الى اماتيور اوسيست ويد ان السبوروبلاست، وبعد كده اماتيور اوسيست ويد سبوروسايت، بعد كده السبوروزايتس عشان يجي انسان تاني يبلع. هنا جوه الانتستاينال ابيثيليال سيلز اللايف سايكل بتاعتها بتكمل، تطلع السبوروزويتس يخش جوه الانسان الابيثيليال سيلز، يقعد يتكاثر الى ميروزويت، ثم بعد كده تدي مايكرو جاميت ثم ماكرو جاميت، اللي يعملوا مع بعض فيرتلايزيشن ويعملوا اوسيست، اللي تنزل في الفيز وتكمل اللايف سايكل بتاعها. فالمهم المجموعات دي اللي هي الكريبتوسبوديوم والسيستو ايزوسبورا، ودول بتوع البيشنت ويز ايدز، والسايكلوسبوروديوسس ده ممكن يعمل ترافلرز دايريه. اهم حاجه الكريبتوسبوروديوم، الاورجانيزم بيعيش بره السيستو ايزوسبورا، الاورجانيزم بيعيش جوه الابيثيليال سيلز اوف الانتستاينال فلويد. طيب ننتقل بقى الى مجموعه اخرى من الاطباق اسمها الانفلاماتوري باور ديزيز. ودول مجموعه من الاعراض بيجوا في صورة كرونيك انفلاماتوري ريلابس، يعني يفكوا شوية ويرجعوا شوية. الأمراض دي بتبقى نتيجة من appropriate mucosa immune activation، يبقى خلل في الـ immune response بتاع الميكوزا بتاعة القولون أو الـ GIT. بيبقى ليها استعداد وراثي عن طريق HLA-27، بيبقى معاها extra intestinal manifestation. السيليك ديزيز كان معاه اتش ال اي دي كيو 2 دي كيو 8، ده معاه اتش ال اي بي 27، وده قلناه برضه لما بنشرح ديزيز مرض اسمه الانكيلوزنج سبوندلايتس اتش ال اي بي 27. هما نوعين من الانفلاماتوري باول ديزيز، نوع اسمه السراتيف كولايتس ونوع اسمه كرونز ديزيز، ونوع ما بين الاثنين اسمه انترميديت او انديترمينت كولايتس. الانديترمنت كولايتس ان لما انا ما كنتش قادر مش افرق المريض بتاعي واقدر احط المريض بتاعي بالظبط في هل هو كرونز ولا ألسر، ملهوش دايجنوستيك كرايتيريا معينه الانديترمنت كولايتس ده، بس يعني الايفيدنس بيقول ان هو موست بروبلي ده ألسرتيف كولايتس، فهم حطوه كده في جري زون ما بين الألسرتيف كولايتس انديترمنت كولايتس اسمه انديترمنت، انا مش قادر احدد انهي او ايه نوع هذا الكولايتس. هو الميجور تو تايبس الالسريتيف كولايتس والكرونز انكريزنج وورلد وايد سبيشالي في تشيلدرن في الايشن باسيفيك كونتريز. ارجعه احد اسبابه الى ما يسمى الهايجين هايبوثيسيس، اللي هي نظريه النظافه. نتيجه تحسين او تحسين يعني ظروف الفود ستورج كونديشن وقله الفود كونتامينيشن، فاصبح الميون سيستم في اجساد هؤلاء الاطفال ما بيتعرضش لباثوجنز كثيره، مع كمان ان الجات مايكروبيوم كومبوزيشن تغير، فده خلى الميوكوزا الاميون ريسبونس زي ما قلت ما بيتعرضش لباثوجنز كثيره،
وبالتالي لما بيتعرض او يعني بيتلخبط الميون ريسبونس ده بتاع الميكوزا بسبب يعني هذه النظافه المبالغ فيها، فده يؤدي الى ان ادكويت ريسبونس اوف الميكوزا اميونيتي للمايكروبيوتا الطبيعيه بتاعه الانتستين. شوف كمان شويه في الباثوجينيسيس، ان المايكروبيوتا الطبيعيه بتاعه الانتستين في جسمنا هي اللي بتبقى مسؤوله عن احداث هذا النوع من الكرونيك انفلاماتوري ديس اوردر. فقالوا ده بسبب الهيجين هيكوس، فالهيجين هيكوس ده هناخدها برضه تاني، ممكن ازمه لما ناخد اسبريت. الباثوجينيسيس هو عباره عن ديفكت بيشمل ثلاث حاجات: الجي اي فلورا، الفلورا الطبيعيه، الفلورا الغير مؤذيه اللي عايشه في الانتستين عندنا، مع ديس فانكشن في انستال الاثيريال سيلز، مع خلل في انستال الاثيريال سيلز، مع سترينج او اب نورمال ميكوزا اميونيتي. هتشوف ازاي الثلاثه دول مع بعض. الريسك فاكتورز، اول حاجه سيجرت سموكينج. سيجرت سموكينج لينكت للديفلوبمنت بتاع كرونز ديزيز، لكن الغريب في الامر ان عيان الالسر تيتوماس لما بيدخن بيخف عنده سيمبتومز، مش عارف ليه. تاني حاجة مسؤولة عن هذا الخلل اللي بيحصل في ثلاث حاجات: الجي اي فلورا والانتسام الانفيريال والجوز الميوتي، جيناتكس طبعا، خصوصا في عيان الكرونز ديزيز. واشهر جين بوليمورفيزم بيحصل بليل او لينك للكرونز ديزيز اللي هو النوت 2 جين، ده اسمه دلوقتي الكارد جين. نوت 2 ده جين بينتج عنه انترا سيلولار بروتين، بروتين جوه الخلية، بيمسك في البكتيريا البروتوبلاكينز، مسؤول عن اكتيفيشن اوف سيجنالينج ايفنتس انكلودنج الانفلاماتوري، يعني مسؤول او ليه دور في الانفلاماتوري اميون ريسبونس. الجينز الثانيه حاجه اسمها الاي تي جي 16 ال 1 والاي ار جي ام، والجينات دي بتنتج عنها بروتينات مسؤوله عن تثبيت الاوتوفاجي والريكوجنيشن والريسبونس للانترا سيلولار باثوجين، برضه زي النقطه في حته الانترا سيلولار باثوجين. ممكن بوليمورفيزم في الانترلوكين 23 ريسبتور اللي مسؤول عن ظهور تي اتش 17 سيلز. في بعض البوليمورفيزم في هذه الريسبتور بتقلل الريسك اوف مرض الباوز. تسمى ريسيسف ميوتيشن في بعض الانترلوكين الاخرى زي انترلوكين ريسبتور جينز دي بتعمل سيفير ايرلي اونسيت انفلاماتوري باور ديزيز. في بوليمورفيزم في الاي سي ام 1 ذات انهبيتس الماتريكس ميتالوبروتينيز تايب، ده لينك لاسيتيف كوليتس. وبوليمورفيزم في ترانسكريبشن فاكتور اتش ام اف اي لينك لاسيتيف كوليتس، وديزيز اسمه مودي اللي هو ماتيورتي اونست دايبيتس ان دايونج. والبوليمورفيزم في هذا ترانسكريبشن فاكتور بيقلل الانستاينال بارير فانكشن، يعني بيلعب دور او دور في الانستاينال اثيريال سيل ديسفانكشن. اخر معلومه في الجينات هنا، ان كتير جدا من الجينز اللينكد للانفلاماتوري باور ديزيز بتوفرلاب مع الفانكشن بتاعها، بتوفرلاب مع جينز انفولفد ريسبونس الميون ريسبونس للمايكرو بكتيريا انكلودنج المايكرو بكتيريا والتوبركلوزيس والليبريا. الجينات دي اللي بتتشابه او بتحصل اوفرلاب مع الجينز اللي بتبقى ليها دور في الميون ريسبونس لهذه المايكرو تبقى مسؤولة عن كاركترستيك مايكروسكوبيك بيكتشر هنشوفها مين في الكونز. هو انا مين الريسبونس اجينست دي في مايكروبكتيريا؟ ده مينهم؟ وبالتالي كده انت متوقع ان انت هتشوف في الكونز ديزيز برضه نفس الشكل، لان نفس الجينز اللي بتبقى انفولد في الكونز ديزيز ليها او بتتشابه او بتعمل اوفرلاب مع الجينز بتاعت مين الريسبونس، فهتشوف برضه الكونز ديزيز ده مينهم. القصه بتبدا بقى في الفاتي باور ديزيز، لان بيحصل ديفكت في الانتستاينال ابيثيليال تايب جنكشن بارير فانكشن ما بين الانسان ابيثيليال سيلز، في بارير في يعني تايب جنكشنز ما بينهم بعضهم البعض، بحيث ان البكتيريا المايكرو فلورا بتاعتنا الباك فلورا الموجوده في اليومن تفضل قاعده في اليومن، ما تقدرش تخش ما بين الانسان ابيثيليال سيلز وتجين اكسس انتو اليومن. فالقصه بتبدا بيحصل ديفكت بقى في هذه البارير فانكشن، وبالتالي اليومينال بكتيريا تقدر تخش من خلال الابيثيليا وتاكتيفيت الاميون ريسبونس بتاع الميكوزا. يبقى ادي اول
ظل الباثوجينيسيس اللي هو الانستاجل الابيثيليال سيل فاريانس. طيب تعال نشوف بقى لما تاكتيفيت الميكوزال يونت، ما تنساش ان الضلع التاني اللي خربان كان الميكوزال اميون ريسبونس، فهنا هيحصل ديفكت في الميكوزال اميون ريسبونس اكتيفيشن وريجيليشن بهذا او بهذا المنظر. التي هيلبر سيلز ويل بي اكتيفيتد عن طريق سايتوكاينز فروم الانتيجين بريزنتنج سيل. يبقى كده الانتيجين بريزنتنج سيلز هتبقى اكتيفيتد بدخول هذه الهيومنال بكتيريا وتاخد هذه الهيومنال بكتيريا وتعرضها على التي هيلبر سيل، وعلى حسب السايتوكاين اللي هيحصل في البريزنتنج سيل هيتكون عندك او هيظهر عندك نوع من التي هيلبر سيل. فمثلا لو جيت بريزنتنج سيلز طلعت انت ده هيديفولب تي هيلبر 1 which will secrete human growth factor interferon gamma. الانترفيرون جاما والتيومر جروث فاكتور في الناس بقى الجينيتيكال سسبتبل اللي عندهم بقى الجينيتيك اللي احنا بنقول عليها اللي هي بتاعت تيومر جروث فاكتور والاميون ميديتد سيجنالز هيزود التايت جنكشن بيرميابيلتي، هيخرب اكتر التايت جنكشنز اللي هو اوريدي حصل فيه ديفكت، بالتالي ده هيزود الانكريز بتاع الانتر وده بالتالي يزود الاميون ريسبونس، الاميون ريسبونس لما يحصل يزيد اللي طلع يزيد اكتر بيرميابيلتي ويخرب اكتر الجنكشن فيزود البكتيريا اللي داخله وهكذا نخش في فيشس سيركل. طيب فهنخش في سيلف امبليفاينج سيركل which may be sufficient to initiate the inflammatory. لو انا انت شايف بريزنت سيلز طلعت انترلوكين 4 هيظهر عندنا تي اتش 2 سيلز اللي طلع انترلوكين 13 ال 13 هيدوسس انفلاميشن اوف ميوكوزا سوبرفيشال انفلاميشن اوف ميوكوزا. الانترلوكين 23 هيطلع هيدي تي هيلبرز 19 سيل ويتش ويل سكريت انترلوكين 21 ويل جيف لك نيوتروسيت. طيب هو البيعه بقى اللي احنا قلنا كده السيل ديس فانكشن، قلنا الميوكوزا الاميون ريسبونس وقلنا البكتيريا هم دول الثلاثه الاساسيين. فوق البيعة في حاجتين اضافيين، في حاجة اسمها المايكرو ديسكريبشن. دراسات وجدت إن الكرونيكال انفليمد انفلاماتري باول ديزيز السيستم المصاب بانفلاماتري باول ديزيز الكابيلاريز بتاعتها والمايكرو ديزلز بتاعتها مختلفة تماما الفانكشن بتاعتها من كومبيرد تو مورجان ديزلز. الاندوثيليوم بتاع هذه الديزلز بيزود او عنده القابلية ان هو يمسك الليوكوسايت، بيزود الليوكوسايت بايمنت ويبقى وبالتالي يظهر عليه انتيجن ماركرز كتير عشان الليوكوسايت تمسك. الاوكسيليا كمان عنده هايبر كوجلوبيستين وبيكون ضغطات بيسبو ثرومبوتيك كونديشن اكزيست. ما لو ان البروتين سي يبقى انهبيتد يبقى انتي كوجلانت بيزيد الانتيجن فاكتور فبالتالي بيحول الاندوثيليا او بيخلي الاندوثيليا في هذه الكرونيكال انفليمد ريزلز عندها هايبر وبالتالي الادهيرنس اوف بليتس اندوثيليوم. النقطه الثانيه الغريبه ان عندهم انجيوجينيسيس كتير، يعني الكرونيكال مايكرو ديسكريبشن الكابيلاريز في المنطقه الانفليمد من فات باول ديزيز عندها قابليه تعمل بلاد ديزلز كتيره انجيوجينيس، ده غير ان الاندوثيليوم بتاعها زي ما قلت بيمسك اكتر في الليكوسايتس بيمسك اكتر في البليتس ويزود الكواجيليشن. الحاجه الثانيه اللي فوق بيها الميزنتريك اديبوز تيشو، احنا فين والميزنتري والفات بتاع الميزنتري فين؟ برضه لقوا ان الميزنتريك اديبوز تيشو والاديبوسايتس اللي فيه بتلعب دور مهم في الباثوجينس بتاع الكرونز ديزيز. الكرونز ديزيز فيها كمان حاجتين، الاميون ريسبونس او الشكل الانفلاميشن بتاع الجرانيوما عشان الجينات بتاعتها تتشابه مع الجينز لو ان الاديبوسايتس اللي موجوده في الفيسرال كانت اللي جنب الجزء الانفليمد من السيستم ات اكسبريسز الريسبتورز اللي هي بتقول لايك ريسبتور ونوت لايك ريسبتور وكل فاكرين الاميون ريتش بتاعت الاميون ريسبونس او الاميون باثولوجي دي ريسبتورز بتسلس either the extracellular pathogens or the intracellular derivatives metabolites with involved in inflammatory response.
فالمايكرو بكتيريا الكومبوننتس اللي دخلت من اليومن الى الابيثيليوم وعملت هذا الاميون ريسبونس توصل برضه او تحسها الاديبوسايتس في الميزنتري بعيد عنها وتبدا ينشط على الاديبوسايتس ده التون لايك ريسبتور والنوت لايك ريسبتور فتعمل انفلاميشن في الاديبوس تيشو. هل الاديبوس تيشو حوالين الجزء الانفلامد خصوصا في كرونز ديزيز يتضخم مليان انفلاميشن يبقى هايبرتروفاي ويدلدق ويلف حوالين الانفلاميشن بيسموه كريبين فات. فات بيسكب وبيلف حوالين الانفلام سيجمنت في الكرونز ديزيز. هو البيئه كمان يعني زي ما المايكرو الكومبوننتس اللي دخلت من خلال الاستاينل بارير وعملت كده في الفات فتطلع كمان ميديتورز من الاديبوسايتس زي سايتوكاينز واديبوكاينز وكارستنس بي وكيموكاينز وكومبلمنت فاكتورز كل دول يزودوا اكتر الانفلاميشن اللي اوريدي حاصل في الوومن ويبروموت الانفلاماتوري ديزيز. ده الباثوجينيس اهو ده النورمال انتستاينال بكتيريال سيلز التايب جانكشنز اللي ما بينهم وادي اليومن وادي المليان بكتيريا. هنا زي ما قلنا بيحصل ديفكت في الانتستاينال بارير فالبكتيريا اللي موجوده في اليومن يحصل لها انفلوكس وتخش من خلال الابيثيليوم تاخدها الانتجين الانتجين بريزنت سيلز وتعرضها على التي هيلبر سيلز وتفرز ايتورز تفرز بقى انترلوكين 23 ويجيب تي هيلبر 17 اللي يطلع انترلوكين 17 ويجيب كلير سيلز كانت تطلع انترلوكين 8 بريزنت سيلز بروموت كمان التي هيلبر 2 سيلز بتاع تي هيلبر 1 تي هيلبر 1 يطلع يطلع جمع انترلوكين ويجيب الجيناتيكال سسبتبل انديفيدوال بيزود كمان الابيليتي اللي يتحرك كمان سباينال باريرز في هيلبر 2 كمان تطلع انترلوكين 16 اللي تعمل مور اند مور دامج في السباينال باريرز. ده المايكرو فاسكليتشر وقارنا ما بين البلاد كابيلرز في الانفليمد وول بتاعت الباور ديزيز مقارنه بالنور عندها قدره الانسولين اساسا عنده قدره انه ينشط اكتر عنده استعداد اكتر ان هو ينشط الكواجيشن فاكتور استعداد اكتر ان هو يمسك في البليتلت يعمل بلاتات بليتلت طبعا ده كله ده نتيجه الانسولين ديس فانكشن وعنده قدره اكتر ان هو يعمل ده موضوع الميزنتريك اديبوس تيشو يعني الهيومن وادي الميوكس بتاع الابيثيليوم وادي الابيثيليوم وادي بقيه الجور وادي الميزنتريك فات خالص. هنا بقى في البرونز ديزيز البكتيريا اللي دخلت من خلال الابيثيليوم وصلت للمول نتيجه اولتر بارير فانكشن عملت انفلاميشن هنا الاديبوسايتس تحس الموضوع ده عن طريق التور لايك ريسبتور والنود لايك ريسبتور بتبقى اكتيفيتد وتطلع بس انفلاميشن وتطلع ميديتورز بتبروموت كمان الانفلاميشن وده يخلي الفات طبعا هايبر بروفايل ويبقى كريبينج. كده واضح ان الكرونز ديزيز هتلاقي التغيرات من اول الابيثيليوم لحد الفات واخد الجول كله. والميون ريسبونس او الشكل الانفلاميشن هيبقى ان ذا فورم اوف كانيدون. هو بقى كده الكلمتين السر بتوع الكرونز ديزيز. طيب تعالى نشوف بقى جروس بيكتشر بتاع الانفليمد اريا او الانفليمد انتستين بالليمفاتيك هو جاب مقارنه بين الكرونز ديزيز والالسريت كلوتس. كرونز ديزيز انفولف اني اريا اوف ذا جي اي من اول الماوس لحد الايه. اشهر الاماكن هي اليوسيكال فالف السيكل. الالسريت كولايتس انفولف الريكتم يبدا الانفلاميشن من الريكتم اكستند بروكسيمال. ممكن ياخد الكولين كله اسمه بان كولايتس. ممكن ياخد الريكتم بس فنسميه بروكتايتس ulcerative بروكتايتس. غالبا السمول انتستن بتبقى نورمال اكسبت يبقى مايلد انفلاميشن في التيرمينال ايليا مش لانه اتصاب بالالسر كولايتس قال لك لا بسبب ان الالسر كولايتس لما وصل للسيكم طلع بقى الكلمات الميديتورز وحاجات عملت انفلاميشن في السيكم وشويه هربوا وحصل لهم باك ووش يعني دلدقوا كده شويه ووصلوا للتيرمينال
معاه ولا في شويه ميه. فبالتالي لا يمكن تلاقي ألسر كوليتس أصاب السمول انتستين. اللي هيسيب السمول انتستين هو الكرونز ديزيز اللي بيصيب كل الجي اي تي. يبقى الكرونز يصيب كل الجي اي تي. ألسر كوليتس هو من اسمها كوليتس يعني كولون، يبقى هو انفولف الكولون، يبدأ من الريكتم ويمشي ياخد بقى الكولون كله يستقر في الريكتم يوم. الكرونز ديزيز اللي بياخد كل الجي اي تي، فالباترن اوف انجري او الباترن اوف انجري فيه يبقى مالتيبل ارياس سيبريت وشاربلي ديفاين. يعني ايه؟ يعني ياخد حته ويسيب حته، وبالتالي الحته الانفلينت تبقى شاربلي ديفاين ويل ديفاين لانها سيبريتد بنورمال اريا. فالكرونز ديزيز ياخد كل حته في الجي اي تراك، ولكن بياخدها كسكيب ليجن، يسيب حته يصيب حته يسيب حته يصيب حته ويسيب حته، عشان يعني ما يبقاش بقى استحوي على كل حاجه، على عكس الالسر. الالسر في الفريد قليل وغير مقاوم، وبالتالي ما يبقاش في سكيب ليجن، يبقى كونتينيوس ارياس اوف انفلاميشن، على عكس ده سكيب ليجن. طيب الاجزاء اللي اتسابت من الميكوزا، في اجزاء من الميكوزا زي ما قلنا هياخد اريا ويسيب اريا، وبالتالي الاريا اللي هتصاب هيبقى مليانه انفلاميشن هتقل شويه، بينما الارياز اللي مش مصابه هتفضل نورمال فلات. وبالتالي هتبص على منظر الانتستين المصابه هتلاقي الاجزاء من الميوكوزا التي لم تصاب بهذا المرض تلاقيها ديبريس على مستوى الباقيين. ميوكوزا ما اتصابتش، الباقيين اتصابوا، فتحس ان الديزيز ده تيشو او الميكوزا عندك اجزاء مرتفعه واجزاء منخفضه، اجزاء مرتفعه واجزاء منخفضه، بيسموها كوبل ستون عاملين زي حاجه يعني حجاره متاسسه جنب بعض. في تفسير تاني قال لك لا، اللي خلى اللي عمل الكوبل ستون ان الديزيز ده تيشو هيحصل له ديبريشن، لان زي ما هنشوف كمان شويه ان في كرونز ديزيز بيحصل ألسريشن وهي الفايبروسس، وبالتالي الارياز المصابه بقت ديبريس عن الاجزاء اللي هي ما اتصابتش اللي هي نورمال. ما تاخدها كده تاخدها كده وتفضل، المهم في الاخر كوبن ستون ابييرنس. طيب هنا زي ما هنشوف في الميكروسكوب بيكتشر في الارسل كولايتس الانفلاميشن، يعني هنا الانفلاميشن في كروز دي زي ما قلنا واخد من اول واخد الاول كله، بالتالي بيحصل ابسريشن كتير باي فايبروزس، فممكن الديزيز تيشو يبقى ديبريس. هنا هتلاقي الانفلاميشن كله متركز في الميكوزا، بالتالي الميكوزا تبقى ليها جامد جدا، هتبقى بلجد انتو ذا ليمون، سموها كده بالميكوزا يعني مش جروس لاين باي ابيثيليوم ولا حاجه ماسكه كلها، ده هو عباره عن ميكوزا ركزت فيها الانفلاميشن والاديما والدمج فبقللت. وممكن التبس بتاعك هذه السودو بولت تلحم ببعض، تحس ان في كان في كباري اتكونت بسبب سموم الميكوزا بريتشز. طيب هنا الجزء المصاب من الانتستاينال وول تكنت، لان هنا الانفلاميشن زي ما قلت بياخد الوول كله، فتلاقي الوول كله ملتهب وهيبقى في فايبروزس، وكمان الماسكولاريس بروبريا بتتخن، بالتالي الوول عندك تكن، الجزء المصاب هو بيصيب جزء وما بينهم في نورمال، بس الجزء المصاب تلاقي الوول بتاعه تيكن جدا بسبب الانفلاميشن، بسبب الفايبروزس، بسبب الهايبرتروفي اللي بيحصل في الماسكولاريس بروبريا. المهم هذا الجزء يبان كانه سكوف بايب او ستريم ساين اكس راي نتيجه الاستريكشن. عند الجزء المصاب تلاقي الوول تخن واليوم الدال عامل زي انبوبه، او تبص عليه تلاقيه بقى رفع او صغر او رفع رفع الاستريم. طيب هنا الميكوزا، لان زي ما قلت الالسرتيف كولايتس في الميكوزا، فتلاقي الميكوزا ريدش فيها انفلاميشن متعدده، مفيش وول ثيكنس لان الالتهاب بس في الميكوزا مش واخد ولا في ستريتش، الميكوزا بس هي اللي بقى اللي بتعمل سوليد، فالوول مش كله تخن زي هنا. طيب الكرونز ديزيز يعمل ألسرز طبعا، انه بياخد كل سهل قوي يعمل ألسرز، والألسرز ممكن
تلحم مع بعض وتعمل ulcers elongated oriented along the axis of the bowel. تبص على الالسر تلاقيها ماشيه او متفصصه على الاكسس الطولي بيسموها سيرمنتال ulcers، انها ulcers بالطول عامله زي ulcers تعبانيه في الشكل. تشبه اول سنيل تراك ألسر اللي بتفتكر في الميوكوس ميمبرين بتاعك اللي بنشوفها في السكندري ستيج سيفلس. الالسرز برضو ممكن الميوكوزا هنا تقع بسبب الانفلاميشن فتعمل ألسرز، بس الجزء بتاعي يبقى طويل لان هي واخده الميوكوزا مش واخده الوول كله. هنا الألسرز تبقى انجيتد لانها واخده الوول كله على وهنا الألسرز زي ما قلت تبقى برود عشان اجزاء من الميوكوزا وقعت وبالتالي الجزء بتاعي يبقى طويل اكتر. along the log axis of the colon هنا هنوصل من باب انسر باش انسر ستوليه. طيب هنا ممكن يحصل فيشر، فيشر يعني الالسرز ديبند قوي 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 لدرجه ان الوول بتاع الانتستين المصابه وممكن تقوم ضربه في اورجن جنبه فتعمل فيستلا او تكتفي بالخرم. هنا عمرنا ما نشوف فيشر لان زي ما قلنا الانفلاميشن بتركز بس في حتى لو هنعمل ألسر هنعمل ألسر في الميكوزا. بالتالي لو هنا الكرونيك ديزيز هيكسر الميكوزا خالص فيعمل كده الميكوزا أقل في فرصة إن هي ترجع تتلاتم. مش في الميكوزا الطبيعية اللي إحنا متعودين عليها بتاعت القولون. هنا حصل ميكوزا أقل في أقولش يكون في الميكوزا بما فيها أتروفي. هنا طبعا زي ما قلت السيروزا والميزنتريك فات تلاقيه لف حوالين السيروزا هنا طبعا السيروزا سيرفس كوميت نورمال لان الباثولوجي مين كاسبلاتس كوميت. يبقى الكرونز ديزيز كل الجي اي تراكت سكيب اريا كوبل ستون ابيرنس كلها كرونز ديزيز كل الجي اي تراكت سكيب ريجن ياخد حته وما يسيبش حته اسف ياخد حته ويسيب حته وبالتالي يعمل كوبل ستون ابيرنس string sign او stove pipe او stricture في الاكس راي serpentine ulcers fissures و creeping creeping skip probably stone creeping fat و thickening اللي بيحصل من ulcers. هنا الالسر ده كولايتس مين ميكوزا ميكوزا فما ننساش السودو بوليبس والميكوزا بريتشز. دي الجروس فيتشرز بتاعت الكرومز ديزيز. ادي منظر الكوبل ستون ابيرنس اهي، يا اما تبص لها على انها على ان الوول تيلد وثيكند وفايبروزد وديبريست والنورمال ما حصلوش كده بسبب الكوبل ستون ابيرنس، او ان الوول كله انفولفد وكان يدخل والنور والارياز اللي جنبه ما اتصابتش فتفضل نفس مستواها. المهم كلا الحالتين بسبب الاسكيب ليجنز اريا انفولفد اللينير فيشن ألسرز او السيربنتاين ألسرز تلاقي ألسرز طوليه واخده كل اللير ده خلاص هتعمل بروفيشن وتخرج القولون. ده طبعا ده النورمال القولون هنا ده كولوجين. ده الاستريكشر اهي حته المول تخن قوي في المنطقه دي يعني ادي النورمال اهو ادي حته نورمال اهي وهنا ده بقى المول تخن قوي الاستريكشر او السترينج ساين او الستوف بايب نتيجه ان المول ده ده الكريبنج فات الميزنتري اهو هو ده وهنا ده البيزنتري لف حوالين الاوتر السيروزا علشان يحوط ويعلمنا الانفلين هيدل لك ان كرونز ديزيز كل اللاير بتاع الوول بتاع كل الجي اي تراكت ممكن يتسبب. الالسرتيف كولايتس لا اولا ده ديفيوز كونتينوس بروسس اهو مفيش اكتيف ليجن انفو مينلي في الكولوم فيعمل هي دي السودو بوليبس سودو بوليبس. لما يحصل بقى ميكوزا الاتروفي والميكوزا كلها تتدمر فتلاقي الميكوزا بقت فلات خالص نتيجه كومبليت دامج للميكوزا. وزي ما قلنا لو التبس بتاعت البولبس اللي احنا بنطلعها بتعمل سم سورت اوف بريتش يسموها الميكوزا بريتش. زي ما قلنا الكرونز ديز كل حته في الجي اي تراك من سمول انتستين ولارج انتستين يجي سكيب ليجن ألسرتيف كولايتس لا يجي مينلي في الريكتم ويكستند بروكسيمالي وان كونتينوس يعني مانر نو سكيب ليجن.
الكرونز ديزيز زي ما قلنا الوول بياخد كل اللايرز من الوول، ممكن يدخل او يبقى سبب الفايبروزس، والكريمنج فات معانا في الاخر هو ترانس ميورال انفلاميشن، ياخد كل اللايرز كل اللايرز، ممكن يعمل السرز وفيشر وبرفوريشن وفيستيبال. الالسر كولايتس لا، ياخد كل بس هنا بس، ياخد الميكوزا اسف بس الميكوزا ميلي في الميكوزا، لكن المصل لير والسيفوزا ده النورمال اهو. كرونز ديزيز فوق الستول من جوه، والكريبنج فات او اللابنج فات من بره، والمول ثيكل ياخد كل اللير الستول ابيرنس. ارسنال كولايتس لا، يفكس الميكوزا، يخلي الميكوزا تبقى للسودو بوليب، وادي منظر السودو بوليب ممكن تلحق الكبس بتاعتها تعمل الميكوزا. مايكروسكوبيك بيكتشر برضه في شكل مقارنه، كرونز ديزيز قلنا الديزيز سكيب ارياز يبقى فوكال از انترفيرنج نورمال ميكوزا، ياخد جزء ويسيب جزء. الانفلاميشن از ذا فورم اوف ترانس ميورال انفلاميشن، واخد كل اللايرز بتاعت الميورال، وهو من الاول ده كرونيك، فهيبقى في كرونيك لينفوسايتس او كرونيك انفلاماتوري سيلز ليمفويد اجريجيتس تتجمع في شكل اجريجيت. لانس كولايتس الديزيز ياخد ان كونتينوس مانر ويز نو نورمال ميلي الانفلاميشن متركز في الميكوزا، وياخد يا دوبك سوبرفيشال سب لكن ميلي في الميكوزا على عكس ده ترانس الى هما في الفيتشرز بتاعت الانفلاماتوري باور ديزيز اللي هي كريبت ستوكشر. تلاقي الجلاندز بقت برانشنج ريجولار نوت بارلل للسيرفس زي ما احنا متعودين في النورمال، نوت ايفن سبيس مش مترصصه ترصيصه كده متساويه المسافات بينها وبين بعض، والبوردرز اليومينال بوردرز بتاعت الجلانس الريجولار هتشوف ده اسمه كريبت ستوكشر، ده انديكيت ان بيحصل ان عندك ستيت اوف كرونيك دامج، والكريبتس بتحاول تريجنريت وتعوض، ولكن فتيجي في الشكل الغريب ده برانشنج ريجولار بارلل نوت ايفن سبيس. هو الموضوع كرونيك انفلاميشن، لكن لا جاية قلناها كون لن كون ليها تي هيلبر 17 سيلز، بتلاقي النيتروفيلز جايه لك مسترطه لك اسمها كريبتايتس، قلنا الكلام ده، او ان النيتروفيلز خرمت الابيثيليا اوف ذا جلانس وجمعت لك في اليومن اوف ذا جلانس اسمها كريبتايتس. ما ننساش ان مع الانكوسات لازم في بلازما سيلز، البلازما سيلز هنا في الهيلث كوب دي بتاخد شكل غريب جدا، تلاقي عند البيس اوف ذا كريبتس ما بين نهايات والمسكولاريس ميكوزا تلاقي البلازما سيلز جايه لك بشكل ارضي، مجموعه كبيره جدا من البلازما سيلز جايه لك ومتركزه لك في المنطقه دي. البيز اوف ذا كريتس ما بينها وبين المسكولاريس ميكوزا بيسموها بيزا بلازما سيلز. ممكن طبعا تلاقي اجزاء اتدمرت بقى من البلازما سيلز، نفس الفيتشر هنا كريت ديستورشن كريبتايتس كريبت اكسس بيزا بلازما سيلز جلاندولار اتروفي والفوسايتس. طبعا الكرونز ديزيز تتميز زي ما قلنا بوجود مركز زيتنج عشان نفرقها عن التي بي، غالبا جنب البلود فيزلز او الليمفاتكس او تحت السيروز، هنا مفيش جرانيوم، هنا الليجن ترانس ميورال يعني ضارب كل سيجي على مسكلاريس ميكوزا يعمل فيها ريدوبليكيشن، كان مسكلاريس ميكوزا تكون مسكلاريس ميكوزا لسام سورت اوف هايبرتريشيا او هايبرتروفي، ممكن تلاقي فايبروزس هنا طبعا ما تاثرش قوي على مسكلاريس ميكوزا، لو عملت فايبروس هتعمل مالك فايبروس لان الليجن ميل في الميل. هنا لو لقيت ألسر يبقى ديب ألسريشن واخد كل الليل، هنا الألسرز في الميكوزا ميلي او كود اكستنت تو سب ميكوزا، لكن ابدا ما بتعداش ابدا حدود يعني السوبرفيشال ليل. طيب ده الكرومز ديزيز، واضح طبعا ان انت عندك هنا الرياكشن بتاعك، ادي الميكوزا اهي، وادي السب ميكوزا، وادي المصل لير، وادي السيروزا من بره اهي، واضح ان انت عندك انفلاميشن هنا، انفلاميشن هنا يعني ده اول ميكوزا وسب ميكوزا، لو كمان جرانيلوما هنا تحت السيروزا على طول ناحيه الفم، ده النورمال كول اهو، وادي الكريبتس بتاعتنا ريجولار برانشن وايفن سبيس بعضها مسافات ما بينهم. هنا بقى في الالسرتيف كوليتس
تلاقي ان واحد ما فيش كوبلت سنس، تلاقي الكريبتس بتاخد اشكال غريبه زي كده ريجولار برانش، ما بقتش كده ايه نازله سموث زي ما احنا فاكرين ريجولار برانش اهي. شوف ده منظر الجلاند غريب جدا، برضه نفس المنظر اهو، ادي كريبت اهو مش واخد النورمال، بس كريبت عامل متلخبط ازاي شكل متلخبط. وده منظر طبعا الجلاند اجين، ده النورمال ميكوزا هي بتاعتنا، شايف الايفن سبيس هنا كومبليت ديستورشن، ولا في كرونيك انفلاميشن في النمل كريبتس بدات تتلخبط. برانش ريجولار برانش هنا، ريجولار برانش هنا، ريجولار برانش ريجولار سيرفيس، كل ده كريبت ديستورشن. ساعات من كتر الانجري يحصل حاجه اسمها بانل ميتابليزيا. البانل سيلز دي ار نورمال سيلز موجوده في الكريبتس ومعنى ان انا اشوفها هنا في القولون ده معناه ان انت في ستيت اوف يعني كرونيك انجري وكرونيك دامج. البانل سيلز نورمالي بتفرز سبستانسز انتي مايكروبيا، بس وجودها هنا بنعتبرها طبعا ميتافيجيا، وده بنعتبرها ساين اوف ريبيتد او كرونيك دامج بيحصل. ممكن طبعا نلاقي ان كميه الميوسين قلت بسبب الدستراكشن، وفي اجسام ما بقاش فيها جلاند زي عندك جلاند. كل دي ساينز اوف كريبت ديستورشن. يبقى عندك كرونيك، هو من الاسم ده انفلاماتوري باور ديزيز، يبقى عندك كرونيك انفلاماشن ليمفوسايتس وبلازما سيلز. عندك نيتروفيلز كريبتايتس وكريبتايتس وبلازما سيلز عامله بيزر بلازما سيتوزس بلس الانجري والدامج كريبت ديستورشن وجلاند. اهي برضو ادي جرانيوم عندنا في كرونيك ديزيز اهي، زي ما قلت غالبا عن بومب بلاد ديسنس ومن تحت السيروز ده في الميزن. طالما لقيت باثولوجي واصل لحد الميزن يبقى كل ده تجمعات من كرانيوفويد اجريجيت لايرز اوف ذا كوني سيستم، مع طبعا هتستخدم السبلايز. نفس المنظر هنا برضه، ده هنا ده كريبت اكسس، ده هنا جلاد، ده هنا ليتد، وهنا النيتروفيلز اتحركت عملت كريبت اكسس، ده كريبت ديستورشن ريجولار برانش اوف ذا جلاندز ايريز ما بقاش فيها جلاندز جلاندز اتروفي. ودول الجرانيوم. ده منظر البيزا بلازما سيتوز، بلازما سيلز جايه مجموعات رهيبه متركزه عند البيزا بتاعت النهايات والمسكلاريس ميكوزا مجموعه بيزا بلازما سيتوز. ادي جلاند اهي وداخل تاكن جلاند سكريبتايتس، وهنا جلاند بتركز في النوع بتاع النيتروفيل. ده الفرق ما بين التاكن كرونز ديزيز والالسراتيف كوليتس. هنا كرونز ديزيز كل الجي اي تي كل اللير ولكن ستيب اريا مسموعه. الالسرتيف كوليتس كونتينوس انفولفمنت في الريكتام بتركز في الميكوزا سودو كوليت. ادي كرونز ديزيز في اي جزء من الجي اي تي هنا سكيب ليجن، لا هنا تريكش رهيبه هنا اكتر، بياخد اللييرز كلها بتاعت الجول اللي هي البايثوزيس، فيبقى الجول تيك تريكشر في دي عندنا سترينج ساين في اكس راي. هنا لا الانفلاميشن في كرونز ديزيز ياخد كل اللير، هنا لا ليميتد السودو بولبس مين هنا في الاسر كوليتس. الالسرز تبقى ديب هنا سوبر ماي فلايت واخد اللايرز كلها، هنا سوبرفيشال تبقى كرون بيز لانها تتحرك في الميكوزا لان الدمج موست في الميكوزا. الليمفوسايتس هنا اكتر عشان بيعمل الفود فايبوزس هنا اكتر. السيروزايتس يوصل للسيروزا والانفلاميشن في الميزيان في جرانيلوما هنا. الفيستولا والساينسز هنا. البيري هنا الفيستولا ممكن زي ما قلت هنا الفيستولا هتلاقيها هنا مش هنا ابدا. الفيتامين مال ابزورب مش هيبقى هنا لانه ممكن يضرب الهيليوم، يضرب اي مكان في الجي اي تي منه السمول انتستن فيحصل الابزورب، لكن هنا هنسيب القانون طالما ما بيعملش ابزورب مش هيبقى المالجنت بوتنشال هنا اكتر في الاسره ممكن لما يصيب اذا اصاب الكروز زيت قانون هيبقى في مالجنت بوتنشال. بس حتى الكانسر ريسك هنا في الكروز 3% لو في القانون هنا 30% في الارث الكولايتس، فهنا الريسك اوف كانسر في الارث الكولايتس
The currents after surgery common in session escape areas، فمهما يعني هتشيل ممكن تبقى في حته بدات فيها انفلاميشن وانت مش شايف، بينما هنا الريكارنس افتر سيشن لا، انت هتسيب هتشيل جزء مصاب لان هنا كنت الناس بقى توكسيك ميجا كولا هنا مش لان هنا اخدنا انها لسه في موضوع الانفلاميشن بتركز في النمور بتاع الحضور اللي هتتملل، وبالتالي لما ممكن يأثر على الحركة بتاعة الاستراتيجية في المنطقة دي، بالتالي يعمل ميجا كولي ويعمل تضخم في الحروب لأن هتبقى هتلوز الاستراتيجية. إزاي بنشخص الانفلاماتوري باول ديزيز؟ الانفلاماتوري باول ديزيز بيعتمد على كلينيكال ايثولوجيكال بيشن، بيجي بكلينيكال بيشن طبعا التهاب في القولون ولا في الانتستين غالبا هيجي جي اي تي كومبلينتس، فالدكتور بيخش المنظار وعلى حسب ما بيلاقي الاريا وعلى حسب الاندوسكوبيك فاندنجز اللي بيشوفها وعلى حسب الباثولوجيكال داتا، كان يجي له كريبت ديسبورشن ولا كريبت اكسس واذا بلازما سيتوز، كل ما نشوفش اللي قلنا ان هي دراك سيلز. في سيرولوجيكال ماركرز ممكن الدكتور يبص عليها في السيرم كالكيشن، في اوتو انتي بودز اللي هي في اتكلمنا عنها لما اتكلمنا عن السبلايتس، في تبقى ميلي في الالسرتيف كولايتس، في انتي بودز بتتكون ضد فنجس اسمه انتي ساكارومايسيس سيرفيسي انتي بودز، وبتبقى نيجاتيف في الالسرتيف كولايتس في بريزنت ان كروس. ايه علاقه الانتي بودز بهذا الفنجس؟ الله اعلم، لكن اهو. طيب البي ان كي احنا جبنا سيرتها زي ما قلت كده في محاضره لما كنا اتكلمنا عن الباسكولاريتيز، قلت الان كازين اللي هي انت لازم تبص تبقى انتي بودز دايركت اجينست انترا سيلولار كومبوننتس سايت والاثيليال سيلز، في منها نوعين الانتي بروتينيز 3 بيبقى اجينست نيتروفيل جرانيول، فبتدي تفاعل سيتوبلازم عشان بيمسك الانفلونز دي بتمسك في النوكس الموجوده في السيتوبلازم بتاعت النيتروفيل فبيسموها سي ان، ده اللي كان مع الفاجنس. اما الانفلونز اجينست المايو بريكسيديز بتاعت من اللايزوزوم الانفاين، تلاقي الانتي بودز بتمسك في هذه اللايزوزوم انزيمز في اللايزوزوم وتبقى حوالين النواه بتاعت بيسموها تي ان، ده اللي بيبقى مع الميكروسكوب بتكون انجايتس وتشارج كاوس سندروم، وهنا مع الالسريتيف كولايتس. الاسكا زي ما قلت ده فنجس، ولحد دلوقتي ما نعرفش ليه العلامين بتوع الفنجس ديزيز بيكونوا انتيبودز ضد هذا الفنجس كولومايسيس، عشان نحفظها الاسكا الاس لا يمكن تيجي مع الالس سيراتيف كولايتس، لا الاس ما بحبش الاس بتاعت الالس سيراتيف كولايتس، بالتالي الاسكا مع الكرونز لا تبقى دي في بروتين برضو بيقدر يدور عليه اسمه الكالكوليكتين، يدور عليه في الفيسن بتاع هذا البروتين. الكالكوليكتين ده بروتين بيطلع من النيتروفيل، فكل ما يكون عندك بينزل في الستون، فديتكشن اوف كالكوليكت بيسز بتاعت هذا البيشن بينوت ان في انجري انفلاماتوري انفولفنج الكوليكت، ده مين اللي بيستخدموها عشان يفرقوا من الانفكشن اللي بيسموها ومرض تاني ملهوش ما بيعملش اي انفلاميشن ولا اي انجري في القولون اسمه الريتابل باور سندروم. كومبليكيشن اللي عندنا فايبروزيس ويؤدي الى ستريكشر فيستلا بيرفوريشنز، كل ده طبعا نتيجه ديب التر لايف تايم ستريكشر اللي ممكن تحصل في الكرونز ديزيز. كرونز ديزيز يوصل كمان ان التر لير بنعمل ايميل لانه فالس ويفر. في الالسرتيف كولايتس زي
زي ما قلت بيأفكت مين الكولون ويعمل فورج مين الكولون يعمل دامج الميكوزا وماسكولاريس بروبريا، ممكن يوصل حتى يدمر شوية جانجليا ويعمل توكسيك ميجا كولون، تعقد في الكريستاليسيس فالقولون ما يتحركش وبالتالي يبدأ يحصل له دايلاتيشن، حاجة عاملة زي طبعا لونج ستاندنج انفلاماتوري لونج ديزيز بيحمل ريسك اوف كرونيك يبقى ثلاثه الاولين دول حاجات الثلاثه الثانيين ده حاجات بره ايرون ديفيشنسي انيميا خصوصا لو الديزيز سواء كان اوبسرفيتيف او كرونز انفولد الكورن ان هيعمل كرونيك بليدنج يفقد العيان الايرون فيعمل ايرون ديفيشنسي انيميا. لو الكرونز ديزيز عمل اكستنسيف انفولد سمول باول سمول انتستين فده هيعمل جنرالايزد. في كمان مانيفستيشن ممكن تيجي للانفانت بوم زي اكسترا انستاين حاجات بره الاستن يعني يجي وابسكليرايتس في الاي يجي للعيان مايجراتوري كولي ارثرايتس تعب في المفاصل ساكرو اليويتس دي زي الانكلوزنج سبونديلايتس عشان الاتش ال اي 7 يجي للعام برضه في البيت ده اسمها الاثنين يجي كلابنج اوف الفينجر تيبس ويجي مرض في البيلر اسمه باينري سكليروزنج كولاجين. برايمري سكليروزنج كولاجين هناخدها ان شاء الله لما نشرح حاجات كتير هنتكلم عنها. ادي المانيفستيشن ممكن تيجي للعيان الاي بي في الاي ابسكليرايتس والبيايتس الابني ممكن تيجي ستونز هايبر نيكروزس انتفاع كده كل هايبر نيكروزس فيستولا يونيتريت انفكشن السكين مشهور جدا جوين ارثرايتس ساكرولايتس فانكلوزنج سبوندلايتس كيليا تري ستوما سكليروزا ليفر يحصل فاتي تشينج والماوس ممكن يحصل ستوماتايتس وارثرايتس كلها مانيفستيشن غالبا بتبقى نتيجه طبعا الانتيبوديز بتتكون كومبلكس ميديتد. الديمانيدوزم هو اشهر ديمتروزيك انفكشن بيحصل في الار بي دي خلى الانفكشن ده في الار بي دي. الاريثيمانيدوزم هم اسمه اريثيما فيجن هيجي بشكل ريت اند جوز وانيدوزم يبقى جوز ده بسبب ان بيحصل انفلاميشن السته بتاعت الفرد الفيروسات الفات اللي تحت الجلد يبقى فات تيشو سيجاريت هنا بقى الانفلاميشن مين اللي بيحصل في السته؟ سموه سته البانيك يونايتس بانيك يونايتس يعني انفلاميشن العين بيجي بريد بين جولز باي لاترال على سيمتريكال شبه بعض على الانيميا انتيجو سيرفيس ممكن ار بي اس هو اللي نعرفه ان هو مين ديت لكن ازاي كود بي ايديوباتيك كود بي اسوشيتد مش بس مع الار بي دي ستريبت كوكس انفكشن وتيبيوس ماكوزيس ارسل كولاتس وبيزي ديزيز واخدنا بيزي ديزيز لما كنت هو ريفرنت هو الاكتس ارسل اسمها سمول وميديم سايز بيزنس وبنشوف البيزنس سايت بلاستيك من عامل انفلتريشن للوود على الوود كسر كود بي اس شيت ويت دراج رياكشن ممكن بعد ما ريليت في نرسل كارسينوما كارسينوما اوف كورن كارسينوما بانكرياس كارسينوما ادي المنظر اهو ادي السبتينس فاك وهنا الانفلتريشن زي ما قلنا السته يجي بقى بصوت الكرونيك انفلتريشن فايف دوزز هو ده زي ما قلنا الدرموتايت سيركت كروز ده لقيت السيليا كيس انما الريتيما المكسر ده الى حد ما قدرنا نعرف البروتوشال سبب المكسر بالكروز او الام جي اي مش قابل للتركيز اللي هو يمسك في السكين ترانسل للتركيز ويترسب على الديرمو الكاتيرما جنكشن ويعمل سبب الديرمو الريسك لكن هنا هو مين اللي بيجي الاي بي دي مش مشكلته بس ان هو بيبهدل الجسم لا ده بيبقى اسوشيتد معاه ديسبليجيا طبعا طالما قلت كلمه ديسبليجيا يبقى ده بيرسل الى اسوشيتد كارسينوما
في ريسك فاكتورز ان الديسبليجيا او لظهور الديسبليجيا هما ثلاثه مهمين جدا. ديوريشن اوف ذا ديزيز، كلما زاد الاي بي دي في العيون او في جسم المريض كلما زاد probability of dysplasia. فلما يبقى عيان عنده اي بي دي 10 سنين ده غالبا ديسبليجيا. ديوريشن اكستنت، كلما زاد الاكستنت بتاع الديزيز في السن او في الجي اي تي، يعني مثلا واحد عنده بانكرياتس عنده اي بي دي انفولفنج بيبقى الريسك اوف ديفولبنج ديسبليجيا اكتر من اللي عنده. ثالث حاجه ودي مهمه جدا، نيتشر اوف انفلاميشن ريسبونس، كل ما يكون عندك في الفصول دي اكتف انفلاميشن يعني نيتروفيلز كتير عندك كل ما الريسك يزيد. في اهميه البايوبس اللي بتتاخد علشان واحد تشخص عشان تاني حاجه ميجر الاكستنت اوف اكتف انفلاميشن عشان يدي كلو عشان probability of dysplasia. الناس اللي بيبقى عندهم بانكولايتس بسبب الاي بي دي بنبدا نعمل سيرفيلانس، بنبدا نعمل لهم ريجولار تشيك اب بعد من 8 ل 10 سنين بعد بدايه السيمبتومز وبدايه الظهور. لو عيان ليفت سايد ديزيز بس بنبدا السيرفيلانس، بنبدا البحث عن الديسبليجيا بعد 15 الى 20 سنه. الاكسبشن الوحيد ان لو عيان عنده اي بي دي وظهر عليه برايمري سكليروز كولانجايتس يعني انفلاميشن في الباب ده، يعني اذا وجد الاي بي دي مع واحده من الاكسترا انستاينال بتاعت الاي بي دي اللي هي برايمري سكليروز كولانجايتس الريسك اوف بولين كانسر عالي جدا. بالتالي احنا بنبدا السيرفيلانس، بنبدا البحث عن الديسبريشيا از تايم دايجنوز، ما بنستناش بقى نكمل 10 سنين 15 20 سنه، ده على طول ده تايم دايجنوز. ازاي السيرفيلانس بيحصل؟ طبعا بنعمل بالظبط وبناخد 2 الى 4 راندوم انالوسيس كل 10 سنتر وذ اديشنال سامبلز بالمنظار بنخش بناخد راندوم انالوسيس من 2 ل 4 كل 10 سنتر، ولو اي اريا سسبيشس بناخد بالمنظار بنقدر نحسس الدسبليجيا، بنقدر نشوف الدسبليجيا ونقسمها الى فيزيبل دسبليجيا if there are visible lesions قدرت اشوفها بالاندوسكوب، قدرت اعمل لها ايدنتيفاي وعملت لها ريسبشن. ساعتها الفيزيبل ديسبليجيا دي تبقى بشكل بولي بوينت، يعني حاجه بولي طالعه اقدر سواء ليها رقبه او نون بولي بوينت بس سيرفس ارياز كده اليفيتد سيرفس او فلات اتمسحت يعني فيها سبب صوت او ديبريس. هي ابنورماليتي حصل عندك ميكوزا في عيان كرونيك انت داخل بالنظام بتتابعه لازم تاخد منها بقى سواء كانت بوليفون او كانت النوع الثاني ده انفيزابل ديسبليجيا. فانا بقى وانت بتاخد الراندوم بايبسيز انت ما كنتش شايف اي حاجه، فبتاخد راندوم بايبسيز من الارياز اللي كان فيها اي بي دي، لكن لما بعتها انت مش شايف اي ديسبليجيا، لكن لما بعتها باثولوجي ريبورت ديسبليجيا فهي ديسبليجيا ايدنتيفايد اون راندوم نون تارجت، يعني انا مش شايف اي جزء في الجزء اللي اخدت منه كارت كرونيك محفوظه، لكن ريبورتد ان في ميجر بنسموها ان جزء. العينات اللي بتيجي للباثولوجيست، الباثولوجيست بيقيمها وبيأسس الديسبيجن، يعني انت كده لو جريد او هاي جريد او ان جزء فور ديسبيجن بتاعت الاسبيجن بتاعت الاستومك والاسبيجن بتاعت البريتس اوسط. المخيف في الامر ان احنا بنلاقي جينيتك تشينجز وابيجينيتك تشينج في المورفولوجيكال نون ديسبلاستيك كولونيك ميكوزا، يعني عندك اي بي دي وعندك ميكوزا مش افكتد من اي بي دي بنفاجئ ان بيحصل تغيرات ابيجينيتك بتبدا تغيرات ميوتيشن في الجين وانا بودي يعني بتضغط النمبر الاماونت اوف جين ده طبعا يعني اندكيشن خطير اي بي دي يحصل فيه ديسبليجيا يحصل معاه ديسبليجيا سواء في الارياز او حتى في الدور النون ديسبلاستيك. ده السيك
بيحصل مع اي بي دي من فرق الاول نيجاتيف فور ديسبليشيا وبعد كده ديسبليشيا ايذر لو جريد او بعد 8 زي ما قلنا 10 سنين بعد كده هارد ديسبليشيا بعد كده. زي ما قلنا ده الايثيولوجيكال دي اكسبوجر سواء دايت او مايكرو جينيتك فاكتور كرونيك انفلاميشن ده بدايه الديزيز بعد كده بتبدا ميوتيشنز لسه احنا نيجاتيف يعني نورمال اهو نورمال نون ديسبلاستيك كده بيبدا ميوتيشن سوبر ابنورماليتيز تيلومرز ومايتوكوندريال ديسفانكشن كلها يعني ده طرق العالم. بنبدا بقى هنا وصلنا لايه للديسبيجيا اديشنال لوس اوف تيومر سبريسور جينز وجينا فانكشن دخلنا هاي جريد ديسبيجيا اديشن اوف انجليزي بوتنشال مور شورتنج فور اكتيفيشن انجليزي ايه اللي بعد كده ادي ريسك فاكتورز الاسيد في الكولايتس طبعا اكتر من زي ما قلنا الاسيد في الكولايتس بيتميز عن الكروزك في التوكسيك حاجه تكون في الكانسر الديوريشن بعد 8 ده بيزود الريسك اوف كانسر. ده الفولو اب لو نو ديسبليجيا بنعمل كل سنه الى سنتين كده كده انت هتبدا السيرفيلنس من بعد 8 ل 10 سنه ونص 15 سنه او دايجنوزس البيشن هاف برايمري سكلوزنج لو ما فيش ديسبليجيا يبقى كل سنه وسنتين تعمل طب لو الباثولوجي جاي لك وقال لك لا في ان ديفينيت فور سبيشال هو في شويه تغيرات بس انا مش قادر اقول ديفينيتلي ولا لا فبتقرب بقى المسافه انك تعمل بقى منظار كل لو الباثولوجي جاي لون جريد ديسبيشيا حاجه بولي بوينت او كده بولي بوينت طبعا انت هتشوف لو قدرت يعني تشوف ان هي بولي بوينت شلتها واثبت او الباثولوجي قال ان هي لون جريد ديسبيشيا هتعمل برونس كل ثلاثه لو هي بولي وانت ما قدرتش تريموف ايه؟ الباثولوجي الجزء اللي انت شلته بعض الباثولوجي قال لك ديسبليجيا يبقى يو هاف تو كونسيدر كده. لو فلات اريا و نون كونفيرمد يعني ما لقيتش فيها ديسبليجيا اعمل كولونوسكوبي كل 6 شهور الى 12 لو فلات اريا كونفيرمد ديسبليجيا لات يبقى تعمل كولونوسكوبي. طبعا لان البولي بوينت لما هيقلب الكانسر الكانسر هينفيد الاول الفقره بتاع الكانسر فيها ديسبليجيا ده على طول ممكن تقلب الكانسر ويبقى ينفيد هاي جريد ديسبليجيا سواء كان بولي بوينت او فلات طيب ده نورمال ميوكوزا ميوكاسكريت الاندوثيليوم اهي هنا بدا الكانسر الدورات وهناخد بقى ان شاء الله في موضوع الكلونيك بوليبس ان الديسبليشيا في لغه القولون والانتستين عباره عن نيوكلير ستراتيفيكيشن ونيوكلير ايلونجيشن وهايبر كونيجيا فبيبان بشكل ده مفيش نقطه خالص في هذه الانتجاه غامقه وسيرفايد بتراك اساس عربي. طيب هنا بلو ده هو ده بلاستيك ننتقل الى الديزيز اللي بعد كسر اسمه الريتابول باول سندروم وهو اسمه الريتابول يعني هو قول عصبي قولوني عصبي ده فانكشنال ديس مفيش بقى هنا بقى اي حاجه يعني كاركترايزد باي ريكارنت ابيسودز اوف ابدومينال بين ان بليزنج فيلينج ابدومين تشينج يعني العين يا اما يجيله ابيسودز من البين او شعور غير مريح في البطن مش مرتاح مع تشينج اوف باور موفمنت يا اما بهدايا يا اما بتستفيد اكتر طبعا في الكبير في سن من 15 ل 65 سنه. كلينيكالي بيقسموها الى ايرات الباسيوس ضهريه يبقى يعني في اكتر من 25% من الباور موفمنت او كونستيبيشن يبقى فيها كونستيبيشن هارد او لمب ستول يعني ايه فيتشرز اوف كونستيبيشن ما بيعملش عشان بسهولة أو لسون نازلة ناشفة أو ميكسد alternating constipation أو أن سب تايب اللي هو insufficient أو كومباتيب consistent يعني لا هو ماشية مع ضرية ماشية مع constipation
طيب الباثوفيسيولوجي ازاي بيحصل هنا في الباثو سندروم؟ هم فيه يعني 3 باثويز اهمهم الاول اثنين، يا اما المشكله تبدا من المخ وتروح للطنجره الاخضر، يا اما المشكله تبدا من السيستم وتروح رين جات. في الباثوي بيقول ان العيان جينيتك ديسبوزيشن مع انفايرومنتال فاكتورز، الحاجات دي بتاثر على حاجتين، على السي ان اس بتعمل فيه ستريس وانكزايتي وديبريشن، وبتاثر على التايب جنكشن اللي موجوده ما بين الاستاينال هيلز والساودر استاينال هيلز. وممكن كمان التغيرات اللي بتحصل في السي ان اس بسبب الجينيتك تغير برضه المايكرو بايوم وتزود الريسك من ساينال انفكشن، فهتؤدي بينا لنفس النتيجه تشينج ان تايب جنكشن في الساينال هيلز. فده يخلي بقى المايكرو بايوم يخش ويعمل كلاس انفكشن بيدينا او الاثنين مع انفلتريشن وكنترولات السيلز غالبا هتبقى السيلز الاسيلز مش بتاعتها. فده هيغير الفانكشن بتاع الانتستين ويأثر برضه على البرين زي ما عندك كونتينوس ابدومينال بين دايريا وكونستريشن، فده سنسور ستريس فيزود برضه السي ان اس كونستريشن، فده هيؤدي بينا الى الار بي اس. باثوجينيس الثاني يقول لك لا الموضوع بيبدا من ثم البريد، ان عندك بقى سمسور انفكشن او انفلاميشن او بعض الفيد انتجن او بعض الانديكيشنز دول اللي بتغير الفيرنبريتي من صاير الفيريا سيلز، فده بيغير الجات مايكرو بيوم ويدخله جوه الانسان ويجيب وساتوكاين ريليز. ده يعني الحاجة يروح على البريد يعمل سمسور انفكشن انكزايتي ديبريشن، او وفي نفس الوقت يعمل ديفلوبمنت اكسسبيشن اوف ار بي اس سيمبتومز، وده طبعا بيأثر على السي ان اس فانكشن والسي ان اس بيأثر على الار بي اس. ازاي بنشخصها؟ الريتد باور سيندروم از ديزيز اوف اكسكلوجن، يو هاف تو اكسكلود اول اذر كوزز ذات كود مايت طبعا بريزنت وذ ذا سيم بيكتشر. وفي الاخر بنشخص لسه عن طريق حاجه اسمها الروم فور ديجنوستيك كريتيريا ريكارنت ابدومينال بين. يعني ايه ريكارنت؟ يعني على الاقل العيان بيشتكي من ابدومينال بين يوم في الاسبوع خلال 3 شهور مع تو اور مور كريتيريا الايتنج ديفيكيشن، زي مثلا تشينج باور هابتس ديفيكيشن او ميكس، او تشينج ان ذا فريكونسي اوف ذا ستول تغيرات في مرات الديفيكيشن، او ان ذا فورم اوف ذا ستول يا اما لوز ستول في الدايريا او هارد ستول في هذا روم فور كريتيريا ريكارنت ابدومينال بين على الاقل اكثر من يوم في الاسبوع في 3 شهور، وان الانست اوف سيمبتومز في خلال اكثر من 6 شهور. ثم ادمنستريتد ويز ان اوف سيمبتومز بين ريليتد انفكشن تشينج ان ذا فريكونسي اوف ذا ستول تشينج ان ذا فورم هنا ده البين ريليتد. ولازم يكون البيشنت ما عندوش اي واحده من السيمبتومز، هيكون في اندر لاين ويكنس الايدج ما يكونش اكثر من 50 سنه، ما فيش اي هيستوري كانسر، ما فيش اي تشينج ريسنت تشينج في الباور هابت، احنا هنا لازم يكون على الاقل عدى 6 شهور. لكن لو ريسنت تشينج لا اخير ايه بالعيال كانسر، مفيش بليدنج، مفيش نوكتورنال بين باسج اوف ستول، مفيش ارم تنشنال ويت لوس، مفيش ارم هيستر اي بي دي، مفيش اي ابدومينال ماس وانتروبسي، مفيش ايفيدنس فاند ديفيشنسي انيميا، و مفيش في بوزيتيف تيست ليه. طيب لازم الكرايتيريا دي تبقى في خلاص 3 مانثس والسيمبتوم اوفست ات ليست 6 مانثس من الفور. ازاي بنشخص الاي بي اس؟ علاجه طبعا بيعتمد مني على السيمبتومز والريليتنج ستريس، فكل الباترن بيبقى بالاديوكيشن ستريس مانجمنت طيب اكسرسايز. يعني مثلا لو الاي بي اس كونستيبيشن طبعا قليل زي بول ايفارين زي وممكن لو سيمبلز بيرزيستنت يعني برضه لاكستكس كلهم. لو دايريا في دومينت اي بي اس تبقى عندك او بيرزيستنت ممكن تبقى تروبينين انتاجونست. لو في ابدومينال بين ممكن
او ممكن لو اخر ديزيز عندنا قبل ما نخش في موضوع بقى كل الدايفرتيكولار ديزيز، وجبنا سيره تانيه عن الدايفرتيكولار وقلنا ان هو نتيجه غالبا ويكنس في الوول مع زياده الانترنال بريشر، فيقوم الانترنال بريشر العميل ده يزق الموزه ويخليها تتقلب وتخش بلج في الماسكيلوزا وتطلع كبولت كده من الوول وسط طبعا في الكولن عشان سمول انتستن عايز مكان ميسا وبريشر عالي عشان يبقى وتنفجرين كده وتطلع. وفي عندنا تو باترنز في الدايفرتيكولايتس، يا دايفرتيكولايتس او فاوتشن او دايفرتيكولايتس يبقى انفلاميشن حصل في الاوتشن. نلاقي زي ما قلنا ان الميكوزا وصلنا الميكوزا بتنفجرين الاوبريا وتقدر تطلع من الستاينال وول. طبعا لو انت داخل بالمنظار هتشوف ان الجزء ده ايه؟ الجزء ده الميكوزا اللي فيه ابت وتايهات من غالبا بتبقى مع رول فايبر دايت ستيشن وهاي انتراكشن افتر ايج اوف 60. في اسيد اوتوماتيك او بيجي اللي عامل من ستيشن يجي في الليب سايد الكل ولا الرايت سايد الكل غالبا على حسب. لو الليب سايد ده غالبا في الوسط تك السيجمويد يكون في الاوردر السيجمويد لانه في ديسيت واكتر يعني من التحويشه للستوري هو واسع سهل قوي الرايت سايد كولون بيكسر جدا الفيرتيكال غالبا ويبقى شبه شبه الرايت سايد من حيث مكان الابيكس في البدايات دايما ده بيحصل في تشاينا والجابان شبه بعيد يعني. Complication هذا الاوت كوتشن بعوضه طبعا ممكن يتقفل اوبستراكشن في رابشر وفي كوليدج. ده المنظر الاستراتيجي اللي هو مفروزه قلبت ودخل بس يعني البروجكت ده مناظر الاوت كوتشن بقى المنظر دايفرتيكولايتس بيجنز از و او زي ما قلت الرايت كولن الليفت كولن في الوسط. طيب الدايفرتيكولايتس بيجنز از وبعد كده بيحصل اوبستراكشن بقى ديزيز اليومن قبل النكت دي فيحصل بقى هنا ستيزز بس برودكشن اخذنا الاسفجال ده اخذنا الميكنز واخذنا الكرونيك ده كده احنا خلصنا كل النون نيوبلاستيك ستاينال ديزيز. ان شاء الله المره اللي جايه نبدا ثم شكرا جزيلا والسلام عليكم.